Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, Lila Zeta, le direct exceptionnel, à la khatr maïa zemin, habou barcha, ou nahtarmou barcha, il y a Ali. Donc, Ali Chebbi. On attend de râler chez. Emel, merci. Merci, merci, merci. Alors, on est en train de نعاود نعمل لك انفيتاسيون عليه مرة أخرى. فوالا هوب. بونسوار أهلا عليك، بيك. شنو لك؟ مالك لاباس؟ صباح لبيسة عايشة لاباس عليك؟ تري بيان، وانت شنو حوالك؟ الحمد لله والله تري تري بيان الحمد لله يا ربي لاباس. الحمد لله يا ربي. لا رملة سافا؟ صباح والله صباح تري تري بيان الحمد لله. وين اش عاملة؟ هاي كفي مع دارهم في التلفزة الأخرى في البيت الأخرى وأنا في بيت السابع. حلوة الفيو اللي وراك عليه. أي وي بون نقولوا شيرة المرسى ولا حلوة سافا، علاش عامل في الدار؟ والله مش عامل انت شغال امور اي من لاباس انا سافا الحمد لله. سافا طيب في الدار كيما العبيد الكل، شويه لايف دو طون زون طون، اونفان مش شويه، البيريود هذيا كل ليله، مي سافا ما توت لا فديتش جورني. ما سمعتكش عليه، اش قلت لي؟ ما قلقتش ولا حاجة فما شوية الحقيقه الحقيقه لي علي، انا مش من العبيد اللي يقلقوا فاسيلمون، بالحق الحقيقه معناها ما عنديش اللي قلقت وفديت وجو هذاك الكل. ديما نلقى افيك لي زونفون ما تلقاش وقت باش تقلق ساعه بور كومونسي، بالحق يا دوب صغار في الدار بالحق واحد ما ينجم تلقاش وقت، تعدي نهار كل وانت ملي نقوم حتى لين نرقد وانا مع صغار، وفي الليل هاكا نحل لايف وكا وقت اللي يبدا ما عنديش لايف نتفرج في فيلم، نحطوا نتفليكس انا وايمن ونتفرجوا، هاكا نعملوا بيوب غراتويت اللي هو نتفليكس مستحقيني انا باش نعملوا بيوب. كل المسلسلات السيري الكل اللي تصورهم في بالك تفرجت فيهم سيء برسمي حتى ايمن مغروم على الاخر، انا نفد، انا ما عنديش ساعه بالي باش نقعد اللي نتبع برشا حلقات، نفد فيلم لا نفلف نطول معاهم مثلا من بعد ما بعد الكوفغ فو من الستة حتى ايش ديزون الاربعة خمسة نتاع الصباح كل دي سيبي وكاو تقعد شوية تتفرج. يعني نتفرج لا نتفرج نتفرج 8 ايبيزود 10 ايبيزود هكاو مدة 8 9 سوايع ريالمون باش نجم تتفرج وحدك ولا انت ورملة؟ لا بيان سور وحدي ما نجمش نتفرج في التلفزيون تتفاهموا على التيب دو سيري؟ انا ساعات انا وانا ما نتفاهموش، هو يحب اكسيون ودراشون ودراشون، انا تقالي نحب حاجه هكا يا تضحك يا رومانتيك، يا نبدا فايده من الدمار، وما نحبش حاجات هكا اللي فيهم برشا دمار. عندنا جماعتين شادين لي سيري هيستوريك ريالمون معناتها بون تبعنا شو اسمه هو شو اسمه مش جلادياتور شو اسمه هو سبارتاكوس ها شفنا ذا لاست درا شنو والله نسيت اسمه ودوتر سيري حسيلو فما برشا معناتها هكا واحد بالدام حسيلو كل جمعه ابار لي سيري شنو تعمل عليه؟ والله الخدمة قاعد تخدم توا بيان سور بيان سور وتصور؟ لا تصوير لا تصوير بون بالنسبة لعندي ما نقول لك بون سويت للبلاغ بتاع نقابة الصحفيين وسويت للبلاغات بتاع وزارة الصحة باك تعرفي عندي ما نقول لك لي كا يجيو من داخل الجمهورية ونخدموا براتيكومون على 20 و25 كا دونك 25 كهرباء 25 شخص 50 شخص دونك بالنسبة للأوضاع الحالية معناتها انتشار الوباء والحكايات هذوما دونك ما نجموش ريالمون التصوير خيرت كنت نجم نصور راهو حلقتين معناتها ريالمون انا قاعد كان حلقتين ما خيرت ما نصورش ريالمون باش نجم تصور
façon, tu as bien fait. La Allez, tempérance une chouïa, فهمت؟ allez, si je peux me permettre. اي Allez, quand tu as des problèmes, quel mal haka? حسيت اللي توا وليت مثير للجدل بالحق بل ما نسمعوا عليه ما عنده حتى مشكلة مع حتى حد في مع هيك ايوه جمعة هو اثنين المشكلة ثلاثة عندك مشكلة في الإيميسيون على خاطر أنتخ جيمي كام اللي كام معناها اللي جبتهم صارت مشكلة ولا كلام ولا الكل توا اللي توا عليه بالحق ولا مثير للجدل ولينا نسمع عليك برشا حاجات ولا برشا مشاكل حتى سامحني المشاكل العائلية خرجت للميديا حتى عملت إيميسيون حلقة يعني حلقة كليت الدنيا بعضها اش فما اش فما باش نقول لك عايشه الفينومين شنية. انا صافي عندي 25 اون في الخدمه هذه، 25 سنه ما غبتش على التلفزيون، معناتها غبت بتاتر عام ولا عام ونص وقتها في قناه سبعه ومشيت للبريفي. اللي قاعد يتقال في ليزيميسيون مع زملائي الاخرين الكل قاعد يتقال اكثر من هكاكا واتعس من هكاكا في بعض الاحيان، اذا كان سلمنا انه فيه اخطاء تنجم تقع في ليزيميسيون دو تيلي. علاش يقع معناتها التركيز على الخدمه نتاعي انا وما يقعش التركيز على خدمه بعض الزملاء الاخرين؟ راهو اللي قال في البرامج في خصوص موضوع كورونا راهو حاجه تفوق العقل، فما بعض المذيعين والمنشطين انتهجوا كل واحد خذا باسلوبه لاكس اللي يحب يخدم فيه. بون انا خذيت تروا زاكس ولا دو زاكس اللي ما خدم فيهم حتى واحد. اي سي تو هذايا راهو ند اللي ترى فيه راهو احنا برك اي فهمت؟ صح دونك عليا هذيا شوية بخور على العينة لا ند ند بون واش بخور؟ نفخت كوا جو ريغول كمل لا ند ند انا يعني يعجبني ريحته حتى انا طيبه نحب ريحته على الاخر وانا نحب البخور على الاخر علي اونتخ جيمي بخوري ما نعرفش يحسك بحاجه اخرى مختلفه. انا نحب برشا البخور برشا معناها نحب على الاخر سورتو نحب العود والجو هذاك الكل تقني تسافر نبدا نشري في البخور ما كنتش مغروم به، طبعا عندي 5 سنين 6 سنين تغرمت بالعود، حتى لي بارفان الكل تلقاهم بالعود اون جينيرال الكل. باهي كملي كملي نرجع انا خدمت حلقه واحده هي اقصر ايميسيون في العالم انا بالنسبه لي انا، وهي راهي ماهيش ايميسيون راهو هو توجه خذته القناه، انا سميتها كلنا تونس على اساس باش نخدم دو ايميسيون نخدم 98 وحصه لوكات اكاو وتقف غادي معناتها ايميسيون معناتها ايقاف البرنامج مده ثلاثه اشهر ما فماش منها ايه هو البرنامج المده نتاعو جوست اسبوعين. انا خذيت قلت لك تروازاكس اختيريني شويه اختيريني ايش معناتها اختيريني بالنسبه لي انا كصحافي مطالب باني نكشف معناتها لي ديتاي والا جو ديكورتيك اي مشكله باش تطرحها في الايميسيون نحاول اني نفصلها من وجهه نظري انا وهذا انا حر فيه وهذه من هذا اللي درسناه في معهد الصحافه وعلوم الاخبار. اي موضوع يلزمك توجهه نحو الخمسه اسئله الصحفيه كي كوا كون كومون او. بالنسبه لي انا اللي ما يجاوبش على كي من متى اين ودرا شنو وكيف بالنسبه لي انا راهو ما عملش عمل صحفي حتى في حوار فني راهو مطالب باش تجيب الاجوبه الصحفيه الخمسه. انا هاني قلت لك خذيت اكس وحاولت اني ننفرد به لكس هذيك ما عجبش البعض تفهم فيه هما احرار فيه انا ما عنديش حتى مشكله بالنسبه بالنسبه اما الكلام اللي قالته الزميله اللي دخلت للكلينيك هو اللي ما عجبش زياده معناها لا هذاك خطا هذاك شوف الزميله الصحفيه اخطات اعصابها توترت ظروف تاع مباشر اول مره تعمل مباشر قالت هيك الكلمه طايشه اللي ما حقش قالتها تفهم فيها واعتذرت راهو انا على هذايا تفهم فيها واللي قالته زاد نتيجه استفزاز راهو صار انتم ما شفتوش شنو هو اللي صار انه الصحفيه تعرضت للعنف راهو رماوا عليها سطل وما نعرفش شنو وكذا وكذا فيبقى استفزازها ما عندهاش تجربه باش تنجم تسيطر على روحها في 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 ميسيون كيما هكاك قالت كلام المفروض الى ينف ما يتعداش كنت عدى اما مباشر دونك ما كنتش نرجع حتى شيء خاطر مباشر زي ساعه ما تنجمش تعمل حتى شيء فهمت. اول مره دخلنا لمركز حاجه صحي سيتي معايا انا وقتها سيتي بور لا بروميير فوا بور لا بروميير فوا يقع معناتها البت في مساله فيما يسمى معناتها ب لي زابيل دوفر باش يجيو هذه تيست رابيد توا نستناو فيهم لي تيست رابيد توا ما بداو
وقت اللي تجيب لي انت اليوم لي تيست رابيد، انا اليوم نعرف قداش عندي من حاله نتاع كونتامينياسيون، نعرف بالضبط قداش، سامحني، نعرف بالضبط قداش عندي يعني الوضعيه، وضعيه الكوفيد 19، نعرف بالضبط الناس قداش. ما نقعدش انا كل يوم تحليل عنده 3 ايام يطلع هاو 42 هاو 30 هاو 50، اعمل لي 10 5000 تحليل في النهار 6000، تنعرف ايش عندي وايش ما عنديش. هذا لاكس انا اللي خذيته تو سامبلومون. بون وقع الايقاف، انا ما عنديش مشكله، مانيش متقلق من هذا، ما هو شو البرنامج يقف داير هذا سيرخا انت عادي مستانس عليه. لا ما عندكش مشكل، نعرف ما عندكش. علاش الهجوم هذايا الكل على علي بالحق؟ علاش؟ ليش شو شو ما تعرف، شوف العمليه مسيسه شويه في 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 حكايه ايقاف البرنامج، ملخبطه شويه الدنيا والناس كلها على اعصابها، راهو جا نقول لك، وبيريود كونتينمون والناس الكل تترصد في الناس الكل، هاك تشوف انت في مجلس النواب، هاك تشوف في 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 البلايص الكل، الدنيا ماهيش رايحه، ظرف استثنائي موجود في البلاد، الناس الكل تعطي من عندها، الاخر يجبد من هوني، الاخر يعطي من هوني، سي تو تافي نورمال، معناتها عادي طبيعي بالنسبه لي انا، ما نعتبر انه كل عمل صحفي وفيه رجع صدى، ان اصبت له اجر واحد، وان لم يصب فله، معناتها ان لم يصب فله اجر واحد، وان اصاب فله اجران، وانتهى الموضوع بالنسبه لي. صحيح. شنو باش تعمل عليه توا؟ تخمم باش تحضر في حاجه؟ شنو قاعد تحضر؟ عندي ساعه، عندي ما نقول لك بعد رمضان ان شاء الله مش ان شاء يستمر، الله. معناتها في جميع الحالات. عندي ايميسيون دو كويزين ان شاء الله بعد رمضان، وعندي برنامج اخر ضخم ان شاء الله باذن الله، هو كان المفروض يبدا في مارس، في مارس ما لحقتش ما نجمتش، لانه المستشارين طلبوا مده ما اطول، على مدار سنه مش على 3 اشهر ولا على 4 اشهر، دونك ان شاء الله باش يكون برنامج اجتماعي ضخم فيه جوائز ان شاء الله، المره هذه باش نبدل الكرينو شويه ان شاء الله، ان شاء الله بقدره ربي، ومع عندي ما نقول لك بطبيعه الحال ان شاء الله. فما حاجه في رمضان عليه ولا ايه؟ لا في رمضان انا ما نخدمش جمله ابدا. انت كنت اعلنت باش تعمل ايميسيون في رمضان انت ورملة تاع الكوجينه؟ بطبيعه الحال الايميسيون تاع الكوجينه هذيك بعد رمضان ان شاء الله، بعد رمضان تكون اسبوعيه بعد رمضان ان شاء الله بقدره ربي، ولا يعني مش تكون اسبوعيه؟ لا تولي اسبوعيه، لانه المستشارين طلبوا اسبوعيه، يقول لك ما نحبش كل يوم انا المستشار، فهمت؟ يعني رمضان بوز بوز في عمري كامل، ما عمري ما خدمت في رمضان، مره في كانال 21 جو بونس خدمت في رمضان، من بعد ما نخدمش جمله، ما نفهمش انا رمضان في الخدمه كريم كريم، تحشش في رمضان؟ لا والله ايش نقول لك، انا ما نعيش بالليل عايشه، دونك انا معناتها نفيق الاربعه الخمسه نتاع العشيه، ويستمر من تو عندك عليه تفيق الاربعه؟ صافي فانتون هكا. ليه ليه تفادلك الاربعه نتاع العشيه؟ اسال اللي يعرفوني كل صافي فانتون صافي عليه، وكان النهار هذاك الكل اللي تعدى شنو عملنا فيه؟ رقد هذاك وقت ترقد هذيك الكل يوليو في الليل، كيفاش وقتاش ترقد؟ اكيلو وقت ترقد؟ مثلا اليوم نرقد من 5 نتاع الصباح 6 نتاع الصباح، دي يطلع النهار، فهمت؟ هذاك علاش عندي كارونس دو فيتامين دي براتيكومون ا 0% 0%، ناخذ كل جمعه دي سوبليمون ان فيتامين دي بريسك 600 مليون دونيتي، معناتها زوز زرار قد هكا. علاش؟ الفيتامين دي هو اللي يخليك ما تتعرضش، معناتها المونك نتاعه كي ما تخرجش للضوء وما تخرجش للشمس، مي صافي 20 هكا، صافي 20 سنه. اي ما عليك والله نحكي توا اميكالمون، معناها انسى اللايف وانسى كل شيء، مش بيه صحتك بالحق، معناها سبب يا واحد يرقد ما تخممش باش تقلب نومك، تنجم تاخذ دواء نتاع النوم تقلب نومك. جربت تو عندي 3 سنين، جربت نقلب النوم، لا ما نجمش هكا، نرتاح في الليل، ريت الحس هذايا اللي ورايا الليل والكلام، وتتفرج في التلي وتعيش وتضحي بالليل، ما نجمش النهار ما نحملوش، ما نخرجش بالكهرباء في النهار باريكزومبل، ما تلقانيش في قهوه، ما تلقانيش في ريستورون، تلقاني في حتى بلاصه، حتى الخدمه نخدمها في الليل ما نخدمهاش في الليل. تورناج تصوير؟ اي تصدق عندي ما نقول لك نصور ماضي ساعتي ما ساعتي نكا. والله برافو يعطيك الصحة والله. في النوم ولا في الجمعة، فهمت؟ تعرف عليك والله يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، كيفاش تنجم؟ تعرف التاسعة وقت اللي صورت في الليل كنت نصور ماضي ساعتين ما 3 متاع الليل.
وانا نعيش بالنهار بالحق، معناها ما سوي با تتعب ابيض، تتعب جيتي تتعب فريمون كاو، تعرفش معناها كاو بالحق. انا عمري ما ننسى البيريود هذيك كيفاش نصور بالليل، ياسر سي تري فاتيغون، سي تري من فاتيغون. انت ربي نلقى راحتي في الليل. اولا ما نراش برشا عباد، ما قابلش برشا ناس، ما نحبش نحس بالحق، راهو معناتها عندي دي ريستريكسيون لازم واحد يتحملهم، راهو والله بالحق في طبيعتي انا حس ما نسم... ما يلزمنيش نسمعه في لا في الليل لا في النهار، لا حس كراه لا عباد لا ماشي لا جاي، جامي لا في ما يعني نجمش الحس يوتر لك أعصابك. اي حس اللي تتصوره في بالك، اي حس اللي تصوره في بالك ما نجمش. طبيعه رملة هاي رملة وقت تقوم، أما مين رملة خليها تقول لي وقتاش تقوم؟ تقوم قمت عند معاك الأربعة. ولات كيفي بالضبط، كيفي بالضبط معناتها سينكرونيزاسيون توتال في الاوقات الكل معناتها، فهمت؟ يقعد حتى الريتم بتاع الماكله يتقلب في بالك ولا في ليك شويه كنت نسألك، معناها فطور صباحي يولي الأربعة بتاع العشية؟ باش يولي 5 6 تفهم فيا، العشاء باش يولي 9 ل 10، اما هاكا وجبتين بركه مش 3 وجبات في النهار، هاكا واحد يحافظ على صحته باش يولي يشد الليني هكا تعمل شويه. شوية سبور ولا ايه؟ والله لا نو كنت قبل نلعب سبور تو ما عادش، ما يبش نرجع ان شاء الله قدرة ربي، نرجع قدرة ربي. تخيل لازم سبور، وانا نتخيل زيدا حاول انك تقلب نومك بالحق عليه، بالحق معناها حاول. شو شو جربت حاولت عمين فهمت مي سا با مارشي، رغم اللي الدواعي الصحية يلزمك لا كارونس اون فيتامين دي يلزمها، يلزمك تخرج لضوء الشمس ولضوء النهار فهمت، لازم اكيد معناتها سي اون اوبليغاسيون. طبيب يقول لي مي باللي باللي كومبليمون اليمونتير دونك تلقى روحك كانك تلقى حل عملت معناها. بيان سور فوالا. فما شكون كتب مون مش عارفه فيهم، فما شكون يتكيف بجنبك، ليه مش يتكيف، هذيك ند. دونك حبيت ان نفسر لهم هذيك ند. عطا من ناحيه عطاكم من ناحيه، شفت الفيلم تاعو على على الظلام محلية تفضل يعطي ياسر حلو. بلون خديت لك من البركون هاكا ليل معناتها كاريمون ليل لي. ياسر حلو. علي استنى باش نقرا لك شويه دي كيستيون اللي انا حطيت لهم، شنو تحبوا تسالوا عليه. دونك برنامج الطبخ انت جاوبت عليه، اي البرنامج اللي وقف كيف كيف عليه جاوب عليه. فما شكون قال لك اخر فتره فما مشاكل كبيره عائليه مع بنت خوك، خذيت حجم كبير ووصلت حتى للشكايات، انتهى الخلاف او لا؟ لا والله ماذا بيا ما نحكيش فيه الموضوع هذايا تو سامبلومون، لانه يقعد موضوع عائلي ولا ماهوش اوكي للبنت بالنسبه لي. اون لو زاب دونك علي. فما شكون قال لك قديش عمرك؟ والله مزاب. سلام تعرف اي شوف فما ناس يقولوا عمره ريت اللي في الويكيبيديا غلط، راه ماهوش صحيح ماهوش هذاك عمر. طيب ويكيبيديا، خاطر اي عبد ينجم يدخل ويعمل ويكيبيديا ويكتب فيها اللي يحب. وكذا 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 عمري بالضبط 46 سنة سهلة برشا هاي هاي كانوا دونك معايا قد ايه عمره، دونك برشا قديش عمر. فما شكون سالني عندك الحق تجاوب ولا ما تجاوبش، ماك تعرف توين سنه سنيسه، دونك انت حره عليه تحب تجاوب ولا ما تجاوبش. فما شكون قال رمله اونسانت، لا ما نجاوبش يسألوا على العلة ومثل العلة عرفت فما شكون قال لك ما هي افضل تجربه تلفزيه بالنسبه ليك، جيسر سلطاني هذا. والله بون عندي ما نقول لك، نتذكر زاد البدايات في كانال 21 الخطوه الاولى ساعه صفاء، نتذكر زاد في كانال 7 سهره السبت نجوم على الهواء مسامح كريم، وهذا انا برشا برشا رغم نتيجه برامجك كلها نجحت يا علي الحقيقه، مش برامجك كلها نجحت. انا ساعات نقعد بهت في روحي عايشه تعرف فيش، انا جيت بين جيلين بين دو جينيراسيون معناتها البدايات كانت في التسعينات مع العمالقة مع نجيب الخطاب حاتم بن عمارة وليد التليلي هالة الركبي منشطين كبار معناتها اللي تأسست عليهم المشهد التلفزي كله كلنا واحنا صغار نتفرجوا فيهم معناتها حتى واحد ما ينكر هذايا فهمت، يقول قايل انا الوحيد اللي قعدت انا وعفيف الغربي جو بونس انا وعفيف فوالا عفيف بديت صغيرة زيدا ايه بدينا بريسك فرد مده بدات هي في قناه 7 وقتها كان انا وعفيف ريالمون الباقي كل ندثروا الاصدقاء المنشطين ما قعدت حتى واحد براتيكمون فهمت، دونك تسمى انا اللي وصلت توا جوسكو بو للاخر بين زوز اجيال بين الجيل التلفزي القديم
وبين الجيل التلفزي الحديث انك تلقى بلاصه فيه سي با فاسيل، راه ماهوش ساهل. نو ماهوش ساهل. وصلت بنجاح علي، انت ما زلت ناجح هذه حقيقه، حتى لو كان فما جدل، وحتى كان فما اتاك، وحتى كان فما اللي تحب انت الكل، الناس الكل تتعرض فتره من الفترات لهذا الكل، اما فما نجاح، ليزيميسيون بتاعك يعملوا نسبه مشاهده. التوا راني التوا ما عملتش اللي نحب نعمل. توا باش نبدا، انا توا باش نبدا. توا الخطوه الاولى البرومي با راهي توا. انسى اللي خدمته هذاك الكل، انا هذاك الكل باش نمحيه تماما الى اخر ميسيون، هذاك الكل باش ننساه توا. ابارتير من 2020 دونك سسرا اللي نحب نعمله باش نعمل. فوالا. دونك باش نعمل ديزيميسيون اللي ما عملتهمش قبل، اللي ما حتى المضمون نتاعهم ما تخدمش قبل، برامج كيما انا نحب. ما نخبيش عليك، معناتها 25 عام ما عملتش الحاجه اللي نحب انا نعملها. لتوا راهو جوسكا ماتنون. لتوا لا القنوات اللي خدمت فيهم ولا المعدين اللي خدمت معاهم ولا التلفزيون اللي خدمت معاهم، معناتها مش خلاوني، هما قالوا لي اعمل، اما قعدت نستنى في لي موان، لي موان الكبار اللي يعملوا بالحق. ريت الفاريتي اللي عملتها انت يا عماول باغ اكزومبل اللي عملتها في مصر، سي اون فيريتابل معناتها فاريتي ميوزيكال، مش تقليد، سي دو بولو، معناتها سي دو ترافاي. بون انا المنوعات غادرتها، بطلت منها، ما عادش نحب نخدمها الحق. مي باش تمشي في توجه اخر سوسيال، معناتها توجه اجتماعي مختلف من زاويه اخرى. سي با عندي ما نقول لك، سي با البرامج الاجتماعيه اللي قاعده تصير، تفهم فيا؟ حاجه يعني اخرى. برنامج اجتماعي ضخم. فوالا هذا اللي ناوي توا باش نعمله، وباش نحط مش نعمله، بديت فيه دايور، بديت فيه. ان شاء الله ربي يوفقك يا علي، واكيد باش تنجح فيه اكيد. قلت لي البدايه بعد رمضان. بعد رمضان فوالا تبدا التحضيرات، سبتمبر 2020 يبدا البرنامج الاجتماعي الضخم هذا. قناه التاسعه؟ على قناه التاسعه يس. بون عندي عقد اكسكلوزيف مع قناه التاسعه دونك. فما شكون قال لك عليه ما ندمتش اللي خرجت من الحوار؟ لا 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 ابدا ما ندمتش. علاش باش نندم؟ نندم شوف، ما ننكرش انه الحوار علمتنا لو سافوار فير دو لا تيليفزيون، كيفاش نعملوا برنامج ولا برامج ولا كيفاش نعملوا تلبسه. حق نتاع ربي هذايا، وحتى واحد ما ينكر دور سامي الفهري في قناه الحوار، وحتى واحد زاد ما ينكر دور الاولاد اللي اسسوا قناه الحوار. انا كنت من المؤسسين من اللي بدات، اول ايميسيون عملتها انا في قناه الحوار. دونك حتى كي خرجت بثلاث ايميسيون ناجحين، خرجت بفكرة سامي الفهري المرتبة الأولى، خرجت بأمور جدية المرتبة الأولى الثانية، وعندي ما نقول لك هو وفكرة سامي الفهري اللي هي المرتبة الأولى المرتبة الثانية، خرجت بثلاث ايميسيون معناتها في المرتبة الأولى، فهمتني؟ دونك ما ندمتش، نو ما ندمتش، ما ندمتش، جو بو ميو فير. شو من الحاجات اللي خرجت منهم من قناة الحوار، أني نحب نعمل الحاجات اللي نحب نعملها. في الحوار لقيت حاجات حاضرين، فهمت؟ نو ما عادش نكتفي بهذاك، ما عادش نخدم توا، باش نركز في برامج انا نعدها وننتجها كريمة وقت. يعني انتاجك البرنامج عليا؟ انتاج مشترك بين التاسعه وبيني انا. لا سي ما عادش نخدم، هذه باش نخدم خدمه ايميسيون معناتها من اعداد كذا او انتاج كذا، لا لا توا قايد ابري 25 نو سي هيز ما عادش. هذا حضر استوديو، حضر ضوء، وادخل مد وجهك باش تخدم ايميسيون. نو انا ما عادش نخدم على حق نتعرف. لا لا ما عادش نخدم. يعني توا عليه باش ينتج وحده اون فان شراكه. اي بعد شو قررت بعد 25 سنه خدمه اني ننتج، غير يقرر بعد عامين وثلاثه راه واربعه. انا خذيت وقتي لو سافوار فير باش نعمل ايميسيون دو تيلي ولا باش نعمل تلفزه ولا باش نعمل برنامج ولا برامج، عندي ما عنديش مشكله معناتها. جو بو نفهم في الضوء، نفهم في التكنيك، نفهم في البرود، يا با دو بروبليم، توت معناتها ان اورجانيغرام كامل معناتها حاضر، شربت ماء بالتليفون تخدمه معناتها ما عنديش مشكل. فما شكون كتب قاعد نحاول نقرا شويه باش العباد ما علاش تسالوا على رمله ما فهمتش بون هذاك. فما شكون يسالوا رمله وين؟ دونك قال لكم رمله الي في لا شومبر جوست اكوتي قاعده مع دارهم شد التليفون. اليوم عيد ميلاد عرسكم حقها شنو هي؟ لو فانتايم فانتايم اليوم ولا ليه؟ اليوم في قضيه في شهر اليوم 19 19 غدوه 19 غدوه 19 فوالا. دونك عيد ميلاد عرسكم اليوم؟
لا هذاك كتبان صداق، انا ديما عيد ميلاد زواجي نحسبه بنهار اللي عرست، بالنهار فوالا، هاي خاطر عندي عام بريسك الحمد لله يا ربي ان توتي شاء الله، بيان ان شاء الله العمر الكل. والله في الحق نتاع ربي، معناتها اوني بيان توتي بيان كل شيء، حتى واحد حياته تبدل الحق فريمون. واحد يقول لك الزواج يقتل الحب ولا يقتل العشره ولا الموده والا يقتل الحياه، لا سي با فري، بالعكس صحيح صحيح، بالعكس، الزواج هو اللي يفتح الباب للانسان انه يركز الساعه تبدا يستقي في الهواء صحيح الحق، صحيح، ويبدا حتى شخصيته تكتمل بالحق، تكتمل وقت اللي يبدا مرتاح ويبدا اليز ويتغير يتبدل. انا الزواج بدلني كومبليتمون ان شاء الله تماما. يبدل فيك على ساعة، ان شاء الله ربي يهنيكم، وان شاء الله العمر الكل تعديه وما بعثكم، وان شاء الله يا ربي يبعد عليكم الحاجات الخايبة الكل. شو اللي بدل فيك العرس علي؟ انت سي با تون بروميي مارياج، سي با تون بروميي مارياج، سي تون دوزيام ولا تخوازيام؟ التروزيام سي تون تخوازيام مارياج، شو اللي بدل فيك؟ هاو شو اللي تبدل؟ اولا علاش المرة هذيا سي ديفيرون؟ اكزاكتومون، لانه مبني على حب، مبني على صدق، معناتها ما نجمش يكون زواج مبني على غلطه ولا على شعور ربما غير متماسك والا على محبه تدوم ما تدومش والا تدوم عام ولا عامين ولا ثلاثه، لا، مع احترامي لاي انسان خاض تجارب اخرى، ومش معناتها كل انسان خاض تجارب معناتها انسان فاشل، نو لا، فما رجال ينجم يقعد يعيش مع انسان ما يحبوش 20 سنه 30 سنه، انا ليه ما نعملش هكا؟ انا ليه؟ انا حياتي نرسمها كيما انا نحب وبالطريقه اللي راها انا مناسبه ومع شكون انا نحب وما نسمع حتى واحد، فهمتني؟ دونك اللي يتبدل فيك هو نظرتك الجديده للدنيا للحياه، انك انت تتغير من داخل وتتغير من برا، سي تري امبورتون، تتغير من داخل بركه ما يكفيش، وتتغير من برا، والعرس عرقوب راهو عرفت ما انت قوليها عرقوب من برا علي، ستادير من داخل، من داخل جي كومبري، من برا جي با كومبري، من برا يعني شكلا. بيان سور سي تو تافي نورمال، تلقى شكون يهتم بيك، تلقى شكون يمسحك يعني كيفاش تلبس و بيان سور سي تو تافي نورمال، مش معناتها تتعلم ليه انك تتناسق وانك تتماهى مع الشخص اللي انت معاه، مش معناتها باش يختار لك شميز تلبسها هكا هو هو بدلك، نو نو، العمليه تتجاوز هذه، ما هي السوريه ولا فيست باش تلبسها باش تظهر فيها مزيان، نو، يلزم الشخص اللي معاك كيفاش هو يراك وانت كيفاش انت تراه، فهمت؟ دونك والعرقوب هذا ما يسمى بالعرقوب مهم، انه ستادير معناها يعني انت تمن بال تفتح بيان سور تفتح امامك ابواب اللي تبدا مسكره حياتك كامله في لمح البصر، وعلاش تو؟ علاش قبل ليه وتوا ايه؟ فهمت؟ هذو الحاجات جدد، تعلمت كيفاش اني باغ اكزومبل قبل كنت نرفض اني ننتج. يعني عليه رمله عرقبها بيه هكا نقولوا، صح ولا ايه؟ اي بيان يعني سور. انت ابورتي برشا كومون دير حاجات بيه في نقول حياتك، لكن مسكره قبل. في وقت قياسي معناتها، فهمت؟ انا بيدي استغربت، انا بيدي قعدت بيت، كنت نعجز على اني نعمل ربع حاجه. تو نجم نعمل خمس حاجات مع بعضهم. قبل ما نجمش نعمل حاجتين مع بعضهم. تو نجم نعمل اربع حاجات مع بعض، خمس حاجات مع بعض، ومن في نفس الوقت. وتوا ولات عندي نظرة أخرى، قبل مثلا ما كنتش نجم ننتج برنامج وحدي. من نخاف ما نجمش، نخاف من الفلوس، نخاف من المغامرات في الإنتاج وكذا، تو لا عادي، نجم ننتج لك برنامج كي بو كوتي مثلا 3 4 مليارات. ونجيبهم الفلوس ونجهز حاضر. وأنت عندك عليه المبلغ هذايا؟ مش انا عندي شركه انتاج وعندي كونترا اكسكلوزيف مع التاسعه للانتاج لمده 5 سنوات، ولتوا نكركر مازلت ما بديتش، خاطر نحب نعمل حاجه نحب انا نعملها اكسكلوزيفمون للتاسعه، وتوا نجم فاسيلمون، مش معناتها لازم تكون عندي 5 مليارات باش ننتج، لا 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 لا، نجم ننتج وانا قاعد وانا صفر ملي، ما عندي صفر من المليمات، اسبونسور بيان سور، قدرتك انك كيفاش تجيبهم، انك كيفاش تقنعهم، انهم كيفاش يمشيوا معاك ويعرفوك الجواد الرابح والا الخاسر، كان الخاسر ما يمشيش معاك، كان الرابح يمشي معاك، هذاك علاش؟ ما نخممش معناتها دي بتيت كابسول ما نخدمهمش، برامج صغيره هكا ما نخدمهمش، دي برامج اجتماعيه ولا دي فاريتي صغار لا نون بلو، نخدم كان
الحاجه الكبيره هذيك. علاش كي رجعت للتاسعه اخترت ديباناج جوست عندي ما نقول لك، راه ديباناج راه في تواصل عندي ما نقول لك صح ولا حتى مع العمل الضخم ولا ليه؟ جوست معناتها بديت عندي ما نقول لك على خاطر جاهز. علاش؟ لانه معناتها كيفاش يقولوها عندي ما نقول لك ستاتيو نتاع ايميسيون اللي اقل منها ما نرضاش. ما نجمش انا نلم اربع لوحات ونعمل اربع بروجوات ونجيب خمسه ولا سته من الناس ونعمل ايميسيون، نو با دي تو. انا العمله هذيك ما نعملهاش راه مستحيل، انا ما نقبلش باي ضوء. ما انا الضوء مهم جدا، الضوء مهم جدا جدا جدا، الضوء وما يعملش ديماج والضوء والصام ولا يخلي تحت هوني ظلام ولا دي زومبر من هوني من هوني، ما نقبلش ما نقبلش ما نقبلش نصور بكاميرا ما نعرفش قداش من ميجا بيكسل ولا درا شنو ولا اي بروجو ولا لا لا ما نقبلش ابدا، وما نمضيش على اي ستاسيون زاده. هذا سي دي باسي معناتها فهمت. دونك عندي ما نقول لك سيتي بالنسبه لي انا ليميسيون دو كرون كاليبر نجم نديباري فيها حتى نحضر، فهمت؟ انا جايني للتاسعه ما كانش عندي ما نقول لك، كان على البرامج اللي باش ننتجهم. اي انا باش تواصل عندي ما نقول لك عليه مع البرنامج الكبير والله والله جو بريفير نتخلى عليه، ما الحق نتاع ربي ما سي باش ناخذ ثنيه اخرى كومبليتمون، فهمت؟ ما نتصورش نكمل فيه، ما نتصورش. فما انيفرسير بحذاك. اه عايشه كي لاله ميرسي. ايش شوفهم شوفهم جوايو زانيفرسير على المارياج قالوا لي. اه اون ديريكت مع عايشه يعطيهم صحة ولا يعطيهم صحة. هزوا شمعات انيفرسير جوايو. ساعة اش تعملوا في الحق؟ ساعة اش تعملوا في الكوفر فو؟ يا عايش يا عايشك يا لاله كل عام وانتم هيا برا وروحوا برا وروحوا ولا تجي دورية ولا حاجة برا. هاي باي باي برا روح فيسع فيسع فيسع. شو قاعد يكتب لي مدام الفو ليختو لي ميساج؟ اي اعذروا انا قاعده نقرا في لي ميساج نتاعكم، اما فما حاجات بالحق انا ما نجمش نقراهم. سوا خاطر وقتها هو علي قاعد يحكي ما نجمش نقص عليه، خاطر باش نقص عليه باش نشوشو في افكاره وهو يحكي في كلمه، والا فما حاجات بالحق ما يتسالوش. فما توا فما شكون يكتب لي يقول لي شنو علاقته توا بصغار وما نعرفش، انا ما مش في جاوب نتخيل، والا حتى كاين هذه حاجه عائليه معناها. ويتغشوا عليا كي ما نسالش. انا في قول لي علي شوف أسئلة من النوع هذا وإلا من نوع آخر زادة وإلا تبربيش في الفارغ، أنا راني ما نحبوش. هاكا جاوبكم عليه من غير ما تغشوا كي تقولوا هاكا جاوبكم. أنا نجاوب على اللي نحب عليه أنا، على اللي نحب عليه أنا، واللي ما يعجبنيش ما نجاوبش عليه. عرفتي بصغاري مسألة تخصني أنا وصغاري ما يدخل فيها حتى واحد، لا اللي يسأل لا فلان لا علان لا كذا لا كذا. الحمد لله يا ربي لاباس بخير ونعم الحمد لله. كو جاوبكم دونك علي جاوبكم، ما عادش تقولوا لي مدام يلفو ريبوندغ على كيستيون الكل وشيك ما تسالش. خلينا نمشي نحكي لك على سؤال محلي. بي سؤال محلي لقيتو سالته لك قبيله نوال الغربي، قالت لك توحشت نوال وسام. اه نوال وسام في لي كيستيون حطيت لك قبيله. سالي نوايا كنت تتفرج سلم على سام قول له راه طلبتك ما 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 جاوبنيش المره اللي فاتت باش نسال على احوالي وضم طريقه. والله لاباس الحمد لله. سلم عليكم الناس الكل، الناس الكل ان شاء الله. بي دونك جاوبها شنو فما شكون قال لك شنو رايك في حصه فيصل الحديري؟ قاعده نقرا اون ديريكت توا غاديكا. والله لا شفتها ما شفتش ما شفتش ريت جوست كي نحل يوتيوب هكا اون بوند انونس ما شفتش ما شفتش شفتهاش ريالمون. شوف نتفرج سوا في هذه دعايه مهاره في الحوار لطفي العبدلي ريالمون حمزه ساعات دو طون زون طون، سينو تلزم نتفرج فيها برشا راهو. داير مع عمري ما تفرجت في ميسيون كامله من لي زيميسيون تاعي جامي. دلبي تفرجش على الانترنت زيد ما تفرجش معناها تحل التيلي وتقعد تتفرج؟ لا باش تحل التيلي ونقعد نتفرج لا لا جامي. لي بي تي في خدام وديما يمشي نتفرج من بعد معناتها ريالمون على يوتيوب اون جينيرال، على حتى لا كاليتي خير تتفرج حاجه على الاقل اون اتش دي في الديريكت. الكاليتي نتاع التلفزه تعبه برشا، 3 ميجا تولي 1 ميجا 6 ميجا تولي 4 ميجا تولي 2 ميجا ولا 4 ميجا، كاليتي خايبه ما تفرجش. فما شكون يتفرجوا فينا من الجزائر نوجهوا لهم تحيه علي. نحب نقول لك انت يحبوك برشا 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 في الجزائر، وكل ما نمشي للجزائر يقولوا لي سلم على علي الشابي، وكل مره ديريه يقولوا لي سلم على علي الشابي.
عارف عايشة، مشيت للجزائر 5 مرات وتعناول وتعناولي، فما فينومين مش نحكي لك عليها. أول مرة أنا قداش عندي في تونس كي نخرج للشارع ولا كده، الناس تعرف لما حالة مش ما تعرفش، أما ما تصيرش خوضة وبوضاء امبوسيبل. ما عندناش لو ستار سيستيم هذا في تونس، ما عندناش. كي مشيت ما عرفتش للجزائر يعملوا روحوا مراكش، مراكش جملة صح، ليه يعرفوك الناس كمان يعرفوك، طلعوا. أما ساعات فما شكون يسلم عليك وتصور معاك، فما شكون يعمل روحه مراكش. اما في الجزائر ليك هبطت نحوس على ثقافه تونس العاصمه، في الجزائر العاصمه نتفكر سيتي يفول في قلب العاصمه الجزائريه. انا استغربت قعدت بيت قلت كيفاش انا معناتها معروف في الجزائر بالشكل هذايا والناس تلمدت الى درجه انه جاءت الامن وجاء الواحد مش نجم نخرج من البلاصه اللي انا فيها. استغربت سيتي بور لا بروميير فوا في حياتي المهنيه اني نخرج من فول الناس تحب تقف معاك وتتصور معاك. سيتي أنا ما بعرفش فينومينال، عالم مثل فينومينال في الجزائر بالحق. أنا، أي جزائرية معناها نقابلها وإلا عبد متزاير ديما يقول لي سلم على العليش. أون أتون دو على الشيك. إيمان ميرسي 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 ميرسي. ألوغ نستناو في علي. باش نعاود نعمل لك انفيتاسيون عليه مرة أخرى. هلا أوب، بونسوار اهلا عليك، بيك. شنحوي لك؟ مالك لاباس؟ صباح صباح لاباسة، عايشة لاباس عليك؟ تري بيان، وانت شنو حوالك؟ الحمد لله والله تخي تخي بيان الحمد لله يا ربي لاباس. الحمد لله يا ربي. لا رملة سافا، صباح والله صباح تخي تخي بيان الحمد لله. وين اش عاملة؟ هيك في مع دارهم في التلفزة الأخرى في البيت الأخرى وأنا في بيت السنة. حلوة الفيو اللي وراك عليه. إيه وي بون نقولوا شيرة المرسى ولا حلوة سافا، علاش عامل في الدار؟ والله مش عامل انت شغال امور ايمن لاباس. انا سافا الحمد لله، سافا ايوه في الدار كيما العبيد الكل، شويه لايف دو طون زون طون، اونفان مش شويه، البيريود هذيا كل ليله، مي سافا ما توت لا فديتش جورني. ما سمعتكش عليه، اش قلت لي؟ ما قلقتش ولا حاجة فما شوية. يحكي الحقيقه ليه علي، انا مش من العبيد اللي يقلقوا فاسيلمون بالحق الحقيقه، معناها ما عنديش اللي قلقت وفديت وجو هذاك الكل، ديما نلقى افيك لي زونفون ما تلقاش وقت باش تقلق ساعه بور كومونسي، بالحق يا دوب غار في الدار بالحق واحد ما ينجم تلقاش وقت، تعدي نهار كل وانت ملي نقوم حتى لين نرقد وانا مع صغار، وفي الليل هاكا نحل لايف وقت اللي يبدا ما عنديش لايف نتفرج في فيلم، نحطوا نتفليكس انا وايمن نتفرجوا، هاكا نعمل بيوب جراتويت كل هو نتفليكس مستحقيني انا باش نعملوا بيوب. كل المسلسلات السيري الكل اللي تصورهم في بالك تفرجت فيهم سيء. برسمي حتى ايمن مغروم على الاخر، انا نفد، انا ما عنديش ساعه بالي باش نقعد اللي نتبع برشا حلقات، نفد فيلم لا نفلف نطول معاهم مثلا من بعد ما بعد الكوفغ فو من 6 حتى ديزون ل 4 5 نتاع الصباح كل دي سيري وكاو تقعد شفت تتفرج. نتفرج لا نتفرج نتفرج 8 ايبيزود 10 ايبيزود هكاو مده 8 9 سوايع ريالمون مش نجم. تتفرج وحدك ولا انت ورملة؟ لا رملة بيان سور وحدي ما نجمش نتفرج في التلفزيون. تتفاهموا على التيب دو سيري؟ انا ساعات انا وايمن ما نتفاهموش، هو يحب اكسيون ودراشون ودراشون، انا تلقاني نحب حاجه هكا يا تضحك يا رومانتيك، يا نبدا فايده من الدمار، وما نحبش حاجات هكا اللي فيهم عندنا برشا دمار. جماعتين شادين لسيري هيستوريك ريالمون معناتها بون تبعنا شو اسمه هو شو اسمه مش جلادياتور شو اسمه هو سبارتاكوس شفنا ايه ذا لاست درا شنو والله نسيت اسمه ودوتر سيري حسيلو فما برشا معناتها كا واحد بالدائم حسيلو كل جمعه ابار لي سيري شنو تعمل عليه؟
والله الخدمة قاعد تخدم توا بيان سور لا بتصور لا تصوير لا تصوير بون بالنسبة لعندي ما نقول لك بون سويت للبلاغ بتاع نقابة الصحفيين وسويت للبلاغات بتاع وزارة الصحة باك تعرفي عندي ما نقول لك لي كا يجيو من داخل الجمهورية ونخدموا براتيكمون على 20 و25 كا دونك 25 كهرباء 25 شخص 50 شخص دونك بالنسبة للأوضاع الحالية معناتها انتشار الوباء والحكايات هذوما دونك ما نجموش ريالمون التصوير خيرت كنت نجم نصور راهو حلقتين معناتها ريالمون انا قاعد نقول كان حلقتين ما خيرت ما نصورش ريالمون باش نجم De toute façon, tu as bien لا fait. تنقرض شوية فهمت علي, si je peux me permettre, اي علي, كنت عندك مشاكل كان مع الهيكل. حسيت اللي توا وليت مثير للجدل بالحق, بل ما نسمع عليه ما عنده حتى مشكله مع حتى حد في مع الهيكل. اي كان هو عندك ثلاثه عندك مشكله في الايميسيون على خاطر انتر غيمي كامل اللي كام معناها اللي جبتهم صارت مشكله ولا كلام ولا الكل. توا لي توا عليه بالحق ولا مثير للجدل, ولينا نسمع عليك برشا حاجات ولا برشا مشاكل, حتى سامحني المشاكل العائليه خرجت للميديا, حتى عملت ايميسيون حلقه يا علي حلقه كليت الدنيا بعضها. صار ايش فما ايش فما أو باش نقول لك عايشه الفينومين شنيا انا صافي عندي 25 كون في الخدمه هذه 25 سنه ما غبتش على التلفزيون معناتها غبت بتتر عام ولا عام ونص وقتها في قناه سبعه ومشيت للبريفي اللي قاعد يتقال في ليزيميسيون مع زملائي الاخرين الكل قاعد يتقال اكثر من هكاكه واتعس من هكاكه في بعض الاحيان اذا كان سلمنا انه فيه اخطاء تنجم تقع في ليزيميسيون دو تيلي علاش يقع معناتها التركيز على الخدمه نتاعي انا وما يقعش التركيز على خدمه بعض الزملاء الاخرين راهو اللي قال في البرامج في خصوص موضوع كورونا راهو حاجه تفوق العقل فما بعض المذيعين والمنشطين انتهجوا كل واحد خذ باسلوبه لاكس اللي يحب يخدم فيه بون انا خذيت تروا زاكس ولا دو زاكس اللي ما خدم فيهم حتى واحد سي تو تف هذايا راهو ند اللي ترى فيه راهو لحظه برك اي 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 فهمت طبعا دونك عليا ليا شوية بخور على العينة. ده ند ند برضه مش بخور جو نفخت كل جو ريدو لا يكمل لا ند ند انا يعني يعجبني ريحته حتى انا طيبه نحب ريحته على الاخر, وانا نحب البخور على الاخر عليه اونتر غيمي. بخوري ما نعرفش يحسك بحاجه اخرى مختلفه انا نحب برشا البخور برشا معناها نحب على الاخر سورتو نحب العود والجو هذاك الكل تقني كيسافر نبدا نشري في البخور. ما كنتش مغروم بيه طبعا عندي 5 سنين 6 سنين تغرمت بالعود حتى لي بارفان الكل تبقاهم بالعود اون جينيرال الكل باهي كمل كمل نرجع انا خدمت حلقه واحده هي اقصر ايميسيون في العالم انا بالنسبه لي وهي راهي ماهيش ايميسيون راهو هو توجه خذته القناه انا سميتها الكلنا تونس على اساس باش نخدم دو ايميسيون نخدم لو 28 وحصه لوكات اكاو وتقف غادي معناتها ليميسيون معناتها ايقاف البرنامج مده ثلاثه اشهر ما فماش منها الحكايه هو البرنامج المده نتاعو جوست اسبوعين انا خذيت قلت لك تروازاكس اختيريني شويه اختيريني ايش معناتها اختيريني بالنسبه لي انا كصحافي مطالب باني نكشف معناتها لي ديتاي والا جو ديكورتيك اي مشكله باش تطرحها في الايميسيون نحاول اني نفصلها من وجهه نظري انا وهذا انا حر فيه وهذه من هذا اللي درسناه في معهد الصحافه وعلوم الاخبار اي موضوع يلزمك توجه نحو الخمسه اسئله الصحفيه كي كوا كون كومون او بالنسبه لي انا اللي ما يجاوبش على كي من متى اين ودرا شنو وكيف بالنسبه لي انا راو ما عملش عمل صحفي حتى في حوار فني راو مطالب باش تجيب الاجوبه الصحفيه الخمسه انا هاني قلت لك خذيت اكس وحاولت اني ننفرد به لكس هذاك ما عجبش البعض تفهم فيه هما احرار فيه انا ما عنديش حتى مشكله اما بالنسبه الكلام اللي قالته الزميله اللي دخلت للكلينيك هو اللي ما عجبش زياده معناها لا هذاك خطا هذاك شوف الزميله الصحفيه اخطات اعصابها توترت ظروف بتاع مباشر اول مره تعمل مباشر قالت هيك كلمه طايشه اللي ما حقش قالتها تفهم فيه واعتذرت روان على هذايا
تفهم فيها، واللي قالته زاد نتيجة استفزاز راهو صار. انتم ما شفتوش شنو هو اللي صار، انه الصحفية تعرضت للعنف، راه رماوا عليها سطل وما نعرفش شنو وكذا وكذا، فهو استفزاز ما عندهاش تجربة باش تنجم تسيطر على روحها في 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 ميسيون كيما هكاك. قالت كلام المفروض إلى ينف ما يتعداش، كي تعدى اما مباشر دونك ما كنتش نجم تعمل حتى شيء خاطر مباشر زي ساعه ما تنجم تعمل حتى شيء. فهمت اول مره دخلنا لمركز حاجه صحي سيتي معايا انا وقتها، سيتي بور لا بروميير فوا، بور لا بروميير فوا يقع معناتها البت في مساله فيما يسمى معناتها ب لي زابيل دوفر باش يجيو هذه تيست رابيد، توا نستناو فيهم لي تيست رابيد توا ما بداو، توا ما بداو. وقت اللي تجيب لي انت اليوم لي تيست رابيد، انا اليوم نعرف قداش عندي من حاله نتاع كونتامينياسيون، نعرف بالضبط قداش، سامحني، نعرف بالضبط قداش عندي يعني الوضعيه، وضعيه الكوفيد 19 نعرف بالضبط الناس قداش. ما نقعدش انا كل يوم تحليل عنده ثلاثة ايام يطلع هاو 42 هاو 30 هاو 50، اعمل لي 10 5000 تحليل في النهار 6000، تنعرف ايش عندي وايش ما عنديش. هذا لاكس انا اللي خذيته تو سامبلومون. بون وقع الايقاف، انا ما عنديش مشكله، مانيش متقلق من هذا، ما هو شغل البرنامج داير هذا سير خام. انت عادي مستانس عليه. لا ما عندكش مشكل، نعرف ما عندكش. علي علاش الهجوم هذا الكل على علي بالحق؟ علاش؟ ليش؟ شو شو ما تعرف، شوف العمليه مسيسه شويه في 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 حكايه ايقاف البرنامج، ملخبطه شويه الدنيا والناس كلها على اعصابها، راهو جا نقول لك، وبيريود كونتينمون والناس الكل تترصد في الناس الكل، هاك تشوف انت في مجلس النواب، هاك تشوف في الـ في الـ في, الـ في البلايص الكل، الدنيا ماهيش رايحه، ظرف استثنائي موجود في البلاد، الناس الكل تعطي من عندها، الاخر يجبد من هوني، الاخر يعطي من هوني، سيت وطفي نورمال، معناتها عادي طبيعي بالنسبه لي انا، ما نعتبر انه كل عمل صحفي وفيها رجع صدى، انا اصاب له اجر واحد، وان لم يصب فله، معناتها ان لم يصب فله اجر واحد، وانا اصاب فله اجران، وانتهى الموضوع بالنسبه لي. صحيح. شنو باش تعمل عليه توا؟ تخمم باش تحضر في حاجه؟ شنو قاعد تحضر؟ عندي ساعه، عندي ما نقول لك بعد رمضان ان شاء الله مش يستمر، معناتها في جميع الحالات. عندي ايميسيون دو كويزين ان شاء الله بعد رمضان، وعندي برنامج اخر ضخم ان شاء الله باذن الله، هو كان المفروض يبدا في مارس. في مارس ما لحقتش، ما نجمتش، لانه المستشارين طلبوا مده ما اطول، على مدار سنه مش على ثلاثة اشهر ولا على أربعة اشهر. دونك ان شاء الله باش يكون برنامج اجتماعي ضخم فيه جوائز ان شاء الله، المره هذه باش نبدل الكرينو شويه ان شاء الله، ان شاء الله بقدره ربي. وما عندي ما نقول لك بطبيعه الحال ان شاء الله. فما حاجه في رمضان عليه ولا لا؟ في رمضان انا ما نخدمش جمله ابدا. انت كنت اعلنت باش تعمل ايميسيون في رمضان انت ورمله تاع كوجينا؟ بطبيعه الحال الايميسيون تاع كوجينا هذيك بعد رمضان ان شاء الله، بعد رمضان كوني اسبوعيه بعد رمضان ان شاء الله بقدره ربي. ولا يعني تكون اسبوعيه؟ لا تولي اسبوعيه، لانه المستشارين طلبوا اسبوعيه، يقول لك ما نحبش كل يوم انا المستشار، فهمت؟ يعني رمضان بوز بوز في عمري كامل، ما عمري ما خدمت في رمضان. مره في كانال 21 جو بونس خدمت في رمضان، من بعد ما نخدمش جمله، ما نفهمش انا رمضان في الخدمه كريمه كريمه. تحشش في رمضان؟ لا والله ايش نقول لك، انا ما نعيش بالليل عايشه، دونك انا معناتها نفيق الاربع الخمسه نتاع العشيه ويستمر من تو. عندك عليه تفيق الاربع؟ مش في فانتون هكا. ليه ليه تفادلك الاربع نتاع العشيه؟ اسال اللي يعرفوني كل صافي فان صافي عليه. وكان النهار هذاك الكل اللي تعدى شنو عملنا فيه؟ رقد هذاك وقت ترقد هذيك الكل يوليو في الليل. وقتاش ترقد؟ اكيلو وقت ترقد؟ مثلا اليوم نرقد من 5 تاع الصباح 6 تاع الصباح اللي يطلع النهار، فهمت؟ هذاك علاش عندي كارونس دو فيتامين دي براتيكومون ا 0% 0%. ناخذ كل جمعه دي سوبليمون ان فيتامين دي بريسك 600 مليون دونيتي، معناتها زوز زرار قد هكا. علاش الفيتامين دي هو اللي يخليك ما تتعرضش، معناتها المونت نتاعو كي ما تخرجش للضوء وما تخرجش للشمس. مي صافي 20 عام هكا، صافي 20 سنه. اي ما علي والله نحكي توا اميكالمون، معناها انسى اللايف وانسى كل شيء، مش بيه صحتك بالحق، معناها سبب يا واحد يرقد ما تخممش باش تقلب نومك، تنجم تاخذ دواء نتاع النوم تقلب نومك. جربت توا عندي ثلاث سنين جربت نقلب النوم، لا ما نجمش امبوسيبل.
هكا نرتاح في الليل، ريت الحس هذايا اللي ورايا، الليل والكلام وتتفرج في التلي وتعيش وتحيا بالليل. ما نجمش النهار ما نحملوش، ما نخش بالكهرباء في النهار بار اكزومبل، ما تلقانيش في قهوه، ما تلقانيش في ريستورون، تلقاني في حتى بلاصه، حتى الخدمه نخدمها في الليل ما نخدمهاش في وتصور في النهار. الليل التورناج. تصوير اي تصدق عندي ما نقول لك نصور ماضي ساعتي، ما ساعتي نكا والله برافو، يعطيك الصحة والله. في النوم ولا في الجماعة، فهمت؟ تعرف سينو علاش؟ والله يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. كيفاش تنجم تعرف التاسعة وقت اللي صورت في الليل كنت نصور ماضي ساعتين ما ثلاثة نتاع الليل، وأنا نعيش بالنهار بالحق، معناها ما سوي با أبس. جيتي فريمون كاو، تعرف معناها كاو بالحق. انا عمري ما ننسى البيريود هذيك كيفاش نصور بالليل، ياسر سي تري فاتيغون، سي تري فاتيغون. نتاع ربي نلقى راحتي في الليل. اولا ما نراش برشا عباد، ما نقابلش برشا ناس، ما نحبش نحس بالحق، راهو معناتها عندي دي ريستريكسيون يلزم واحد يتحملهم، راهو والله بالحق في طبيعتي انا حس ما نسم... ما يلزمنيش نسمعه في ال... في لا في الليل لا في النهار، لا حس كراهب لا لا عباد لا ماشي لا جاي، جامي لا في ما يعني نجمش. الحس يوتر لك أعصابك. اي حس اللي تتصوره في بيته، اي حس اللي تصوره في بالك ما نجمش. طبيعه رملة رملة وقت تقوم، ما ميني رملة، خليها تقول لي وقتاش تقوم. تقوم اتفقت على معاك، 4. لا ولا ولات كيفي بالضبط، كيفي بالضبط معناتها سانكرونيزاسيون توتال في الاوقات الكل معناتها، فهمت؟ يقعد حتى الريتم بتاع الماكله يتقلب في بالك ولا اللي في كنت شويه، كنت نسألك، معناها فطور صباحي ولا الأربعة بتاع العشية؟ مش يولي 5 6 تفهم فيا، العشاء باش يولي 9 10، اما هاكا وجبتين بركه مش 3 وجبات في النهار، هاكا واحد يحافظ على صحته باش يولي يشد الليني هكا تعمل شويه. شوية سبور ولا ايه؟ والله لا نو، كنت قبل نلعب سبور تو ما عادش، ما يبش نرجع ان شاء الله قدرة ربي، نرجع قدرة ربي. نتخيل لازم سبور، وانا نتخيل زادة حاول انك تقلب نومك بالحق عليه، بالحق معناها حاول. شو شو جربت حاولت عمين فهمت مي سا با مارشي، رغم اللي الدواعي الصحية يلزمك لا كارونس فيتامين دي يلزمها، يلزمك تخرج لضوء الشمس ولضوء النهار فهمت، لازم اكيد معناتها سي اون اوبليغاسيون. تبي بيقول لي مي باللي باللي كومبليمون اليمونتير دونك تلقى روحك كانك تلقى حل عملت معناها. بيان سور فوالا. فما شكون كتب مون مش عارفه فيهم، فما شكون يتكيف بجنبك، ليه مش يتكيف، هذيك ند. دونك حبيت ان نفسر لهم هذيك ند. عطاو نحيو خلطكم نحيو، شفت الفيلم تاعو على على الظلام محلية تفضل، يعطي يسرح له. لو خديت لك من البركون هاكا ليل معناتها كاريمون ليل لي. ياسر حلو. علي سنة باش نقرا لك شوية دي كيستيون اللي أنا حطيت لهم، شنو تحبوا تسألوا عليه. دونك برنامج الطبخ أنت جاوبت عليه، اي البرنامج اللي وقف كيف كيف عليه جاوب عليه. فما شكون قال لك آخر فترة فما مشاكل كبيرة عائلية مع بنت خوك، خذيت حجم كبير ووصلت حتى للشكايات، انتهى الخلاف أو لا؟ لا والله ماذا بيا ما نحكيش فيه الموضوع هذايا تو سامبلومون، لانه يقعد موضوع عائلي ولا ماهوش ماهوش للبنت بالنسبه لي. اون لو زاب دونك علي. فما قال قديش عمرك؟ والله سالم طارق اي شوف، فما ناس يقولوا عمره ريت اللي في في الويكيبيديا غلط، راه ماهوش صحيح، ماهوش هذاك عمر. اي ويكيبيديا، خاطر اي عبد ينجم يدخل ويعمل ويكيبيديا ويكتب فيها اللي يحب. وكذا 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 وكذا، عمري بالضبط 46 سنة، سهلة برشا. هاي هاي كانوا تحكم علي قد ايه عمره، دونك برشا قداش عمر. فما شكون سالني عندك حق تجاوب ولا ما تجاوبش، ماك تعرف توانسه انا سنيسه، دونك انت حره علي تحب تجاوب ولا ما تجاوبش. فما شكون قال رمله اونسانت؟ لا ما نجاوبش. يسألوا على العلة ومثل العلة، عرفت؟ فما شكون قال لك ما هي افضل تجربه تلفزيه بالنسبه ليك؟ جاسر سلطاني هذا. والله بون عندي ما نقول لك، نتذكر زاد البدايات في كانال 21 الخطوه الاولى ساعه صفاء، نتذكر زاد في كانال 7 سهره السبت نجوم على الهواء مسامح كريم، وهذا انا برشا برشا رغم التيتر برامجك كلها نجحت يا علي الحقيقه، مش برامجك كلها نجحت. انا ساعات نقعد بهت في روحي عايشه تعرف فيش، انا جيت بين جيلين بين دو جينيراسيون، معناتها البدايات كانت في التسعينات
مع العمالقة، مع نجيب الخطاب، حاتم بن عمارة، وليد التليلي، هلال الركبي، منشطين كبار معناتها اللي تأسس عليهم، المشهد التلفزي كله، كلنا واحنا صغار نتفرجوا فيهم معناتها. حتى واحد ما ينكر، هذايا، فهمت؟ يقول قايل انا الوحيد اللي قعدت مثلا، انا وعفيف الغربي، جو بونس، انا وعفيف، فوالا. عفيف بديت صغيرة زيدا. اي بدينا بريسك فرد مده، بدات هي في قناه سبعه وقتها، كان عفيف ريالمون، الباقي كل ندثروا الاصدقاء المنشطين، ما قعد حتى واحد براتيكمون، فهمت؟ دونك تسمى انا اللي وصلت توا جوسكو بو للاخر، بين زوز اجيال، بين الجيل التلفزي القديم وبين الجيل التلفزي الحديث، انك تلقى بلاصه فيه سي با فاسيل، رواه ماهوش ساهل. وصلت بنجاح علي، انت ما زلت ناجح، هذه حقيقه، حتى لو كان فما جدل، وحتى كان فما اتاك، وحتى كان فما اللي تحب انت، الكل الناس الكل تتعرض فتره من الفترات لهذا الكل، اما فما نجاح، ليزيميسيون بتاعك يعملوا نسبه مشاهده. والتوا راني التوا ما عملتش اللي نحب نعمله. توا باش نبدا، انا توا باش نبدا. توا الخطوه الاولى، البرومي با، راهي توا. انسى اللي خدمته هذاك الكل، انا هذاك الكل باش نمحيه تماما الى اخر ميسيون، هذاك الكل باش ننساه توا. ابارتير من 2020 دونك سسرا اللي نحب نعمله باش نعمله. فوالا. دونك باش نعمل ديزيميسيون اللي ما عملتهمش قبل، اللي ما حتى المضمون نتاعهم ما تخدمش قبل، برامج كيما انا نحب. ما نخبيش عليك، معناتها 25 عام ما عملتش الحاجه اللي نحب انا نعملها. لتوا راهو جوسكا مانتنون. لتوا لا القنوات اللي خدمت فيهم ولا المعدين اللي خدمت معاهم ولا التلفزيون اللي خدمت معاهم، معناتها مش خلاوني، هما قالوا لي اعمل، اما قعدت نستنى في لي مويان، الكبار اللي يعملوا بالحق. ريت الفاريتي اللي عملتها انت عمناول بار اكزومبل، اللي عملتها في مصر، سي اون فيريتابل، معناتها فاريتي ميوزيكال، مش تقليد، سي دو بولو، معناتها سي دو ترافاي. بون انا المنوعات غادرتها، بطلت منها، ما عادش نخدمها الحق، مي باش تمشي في توجه اخر سوسيال، معناتها توجه اجتماعي مختلف من زاويه اخرى. سي با عندي ما نقول لك، سي با البرامج الاجتماعيه اللي قاعده تصير، تفهم فيا؟ يعني برنامج اجتماعي ضخم. ضخم فوالا، هذا اللي ناوي توا باش نعمله، وباش نحط، مش نعمله، بديت فيه دايور، بديت فيه. ان شاء الله ربي يوفقك يا علي. واكيد باش تنجح فيه، اكيد. قلت لي البدايه بعد رمضان. بعد رمضان فوالا، تبدا التحضيرات، سبتمبر 2020 يبدا البرنامج الاجتماعي الضخم هذا. قناه التاسعه. على قناة التاسعة يس، بون عندي عقد اكسكلوزيف مع قناة التاسعة دونك. فما شكون قال لك عليه ما ندمتش اللي خرجت من الحوار؟ لا 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 ابدا ما ندمتش، علاش باش نندم؟ نندم، شوف ما ننكرش انه الحوار علمتنا لو سافوار فير دو لا تيليفزيون، كيفاش نعملوا برنامج ولا برامج ولا كيفاش نعملوا تلفزه، حق نتاع ربي هذايا. وحتى واحد ما ينكر دور سامي الفهري في قناة الحوار، وحتى واحد زاد ما ينكر دور الأولاد اللي أسسوا قناة الحوار، أنا كنت من المؤسسين من اللي بدأت أول إيميسيون عملتها أنا في قناة الحوار. دونك حتى كي خرجت، بتروز إيميسيون ناجحين، خرجت بفكرة سامي الفهري المرتبة الأولى، خرجت بأمور جدية المرتبة الأولى الثانية، وعندي ما نقول لك هو وفكرة سامي الفهري اللي هي المرتبة الأولى المرتبة الثانية، خرجت بتروازي ميسيون معناتها في المراتب الاولى، فهمتني؟ دونك ما ندمتش، نو ما ندمتش، جو بو ميو فير. شو من الحاجات اللي خرجت منهم من قناه الحوار، اني نحب نعمل الحاجات اللي نحب نعملها في الحوار، لقيت حاجات حاضرين، فهمت؟ نو ما عادش نكتفي بهذاك، ما عادش نخدم توا، باش نركز في برامج انا نعدها وننتجها كاريمون وقت. يعني انتاجك البرنامج عليه؟ انتاج مشترك بين التاسعه وبيني انا. لا سي ما عادش نخدم، هذه باش نخدم خدمه ايميسيون معناتها من اعداد كذا او انتاج كذا، لا لا تو قايد ابري 25 كون، نو سي ايز ما عادش. هذا حضر استوديو، حضر ضوء، ادخل مد وجهك باش تخدم ايميسيون، نو انا ما عادش نخدم، لا حق نتاع ربي، لا لا ما عادش نخدم. يعني تو عليه باش ينتج وحده، اونفان شراكه. اي بعد شو قررت بعد 25 سنه خدمه اني ننتج، غير يقرر بعد عامين وثلاثة وأربعة. أنا خذيت وقتي، لو سافوار فير باش نعمل اون ايميسيون دو تيلي ولا باش نعمل تلفزة ولا باش نعمل برنامج ولا برامج، عندي ما عنديش مشكلة، معناتها
جب نفهم في الضوء، نفهم في التكنيك، نفهم في البراد، يا با دو بروبليم، معناتها ان اورجانيجرام كامل، معناتها حافظ، شربت ماء بالتليفون خدمه، معناتها ما عنديش مشكله. فهمت؟ فما شكون كتب؟ قاعدة نحاول نقرا شوية باش العباد ما علاش تسألوا على رملة؟ ما فهمتش ما هذاك. فما شكون يسألوا رملة وين؟ دونك قال لكم رملة الي في لا شومبر جوست اكوتي، قاعدة مع دارهم. شد علاش التليفون. فما اليوم عيد ميلاد عرسكم حقا؟ شنو هي؟ مش هذا لو فان فما تايم، فان تايم اليوم ولا ليه؟ اليوم في قضية في شهر مش اليوم، فيكم. أه اليوم 19 19 جو بونس 19 18 غدوة 19. غدوة 19 فوالا. مش دونك عيد ميلاد عرسكم اليوم؟ لا هذاك كتبان صداق، انا ديما عيد ميلاد زواجي نحسبه بنهار اللي عرست. النهار فوالا هاي خاطر عندي عام بريسك، الحمد لله يا ربي، ان توتي شاء الله بيان ان شاء الله العمر الكل. والله في الحق نتاع ربي، معناتها اوني بيان، توتي بيان، كل شيء، حتى واحد حياته تبدلت الحق فريمون. واحد يقول لك الزواج يقتل الحب ولا يقتل العشره ولا الموده والا يقتل الحياه، لا سي با فري، بالعكس صحيح صحيح بالعكس، الزواج هو اللي يفتح الباب للانسان انه يركز الساعه تبدا تسقي في الهواء صحيح الحق، صحيح ويبدا حتى شخصيته تكتمل بالحق، تكتمل وقت اللي يبدا مرتاح ويبدا أليس ويتغير يتبدل. انا الزواج بدلني كومبليتمون ان شاء الله تماما. يبدل فيك علي ساعة. ان شاء الله ربي يهنيكم وان شاء الله العمر الكل تعديه ومبعثكم، وان شاء الله يا ربي يبعد عليكم الحاجات الخايبة الكل. شو اللي يبدل فيك العرس علي؟ انت سي با تون بروميي مارياج، سي با تون بروميي مارياج، سي تون دوزيام ولا تخوازيام؟ ا ترويزيام سي تون تخوازيام مارياج. شو اللي يبدل فيك؟ هاو شو اللي تبدل؟ اولا علاش المرة هذيا سي ديفيرون؟ اكزاكتومون، لانه مبني على حب، مبني على صدق، معناتها ما نجمش يكون زواج مبني على غلطه ولا على شعور ربما غير متماسك والا على محبه تدوم ما تدومش والا تدوم عام ولا عامين ولا ثلاثه. لا، مع احترامي لاي انسان خاض تجارب اخرى، ومش معناتها كل انسان خاض تجارب معناتها انسان فاشل، نو لا، فما رجال ينجم يقعد يعيش مع انسان ما يحبوش 20 سنه 30 سنه، انا ليه ما نعملش هكا؟ انا ليه؟ انا حياتي نرسمها كيما انا نحب، وبالطريقه اللي راها انا مناسبه، ومع شكون انا نحب، وما نسمع حتى واحد. فهمتني؟ دونك اللي يتبدل فيك هو نظرتك الجديده للدنيا، للحياه، انك انت تتغير من داخل وتتغير من برا، سي تري امبورتون، تتغير من داخل بركه ما يكفيش، تتغير من برا. والعرس عرقوه، براو، عارف ما انت قوليها عرقوه من برا علي، ستادير من داخل جي كومبري، من برا جي با كومبري، من برا يعني شكلا. بيان سور، سي تو تافي نورمال، تلقى شكون يهتم بيه، تلقى شكون يظهر يمسحك يعني كيفاش تلبس و بيان سور، سي تو تافي نورمال، مش معناتها تتعلم، ليه؟ انك تتناسق وانك تتماهى مع الشخص اللي انت معاه، مش معناتها باش يختار لك شوميز تلبسها هكا هو بدلك، نو نو، العمليه تتجاوز هذه، ما هي السوريه ولا فيست باش تلبسها باش تظهر فيها مزيان، نو، يلزم الشخص اللي معاك كيفاش هو يراك، وانت كيفاش انت تراه، فهمت؟ دونك والعرقوب هذا ما يسمى بالعرقوب مهم. ستادير معناها انت تمن بال تفتح بيان سور، تفتح امامك ابواب اللي تبدا مسكره حياتك كامله في لمح البصر. وعلاش توا؟ علاش قبل لا وتوا ايه؟ فهمت؟ هذوما الحاجات الجدد، تعلمت كيفاش اني باغ اكزومبل قبل كنت نرفض اني ننتج. يعني عليه رمله عرقبها به هكا نقولوا، صح ولا ايه؟ اي بيان يعني سور. انت ابورتي برشا كومون دير حاجات به في حياتك، لكن مسكره قبل. في وقت قياسي معناتها، فهمت؟ انا بيدي استغربت، انا بيدي قعدت به، كنت نعجز على اني نعمل ربع حاجه، تو نجم نعمل خمس حاجات مع بعضهم. قبل ما نجمش نعمل حاجتين مع بعض، تو نجم نعمل اربع حاجات مع بعض، خمس حاجات مع بعض، ومن في نفس الوقت. وتوا ولات عندي نظرة أخرى، قبل مثلا ما كنتش نجم ننتج برنامج وحدي. من نخاف، ما نجمش. نخاف من الفلوس. نخاف من المغامرات في الإنتاج وكذا، تو لا عادي، نجم ننتج لك برنامج كي بو كوتي مثلا 3 4 مليارات. ونجيبهم الفلوس ونجهز حاضر. وانت عندك عليه المبلغ هذايا؟ مش انا عندي، انا عندي شركه انتاج، وعندي كونترا اكسكلوزيف مع 9 للانتاج لمده 5 سنوات،
ولتوا نكركر، مازلت ما بديتش خاطر نحب نعمل حاجه نحب انا نعملها اكسكلوزيفمون للتاسعه. وتوا نجم فاسيلمون، مش معناتها لازم تكون عندي 5 مليارات باش ننتج، لا 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 لا، نجم ننتج وانا قاعد وانا صفر مليم، ما عندي صفر مليمات اسمه بيان سور. قدرتك انك كيفاش تجيبهم، انك كيفاش تقنعهم، انهم كيفاش يمشيوا معاك ويعرفوك الجواد الرابح والا الخاسر. كان الخاسر ما يمشيش معاك، كان الرابح يمشي معاك. هذاك علاش ما نخممش دي معناتها دي بتيت كابسول ما نخدمهمش، برامج صغيره هكا ما نخدمهمش، دي برامج اجتماعيه ولا دي فاريتي صغار لا نون بلو، نخدم كان الحاجه الكبيره. هذيك علاش كي رجعت للتاسعه اخترت ديباناج جوست. عندي ما نقول لك راهو ديباناج راهو في تواصل، عندي ما نقول لك صح ولا حتى مع العمل الضخم ولا ليه؟ جوست معناتها بديت بعندي ما نقول لك على خاطر جاهز. علاش؟ لانه معناتها كيفاش يقولوها، عندي ما نقول لك ستاتيو نتاع ايميسيون اللي اقل منها ما نرضاش. ما نجمش انا نلم اربع لوحات ونعمل اربع بروجوات ونجيب خمسه ولا سته من الناس ونعمل ايميسيون، نو با دي تو. العمله هذيك ما نعملهاش راه مستحيل، انا ما نقبلش باي ضوء. ما انا الضوء دي مهم جدا، الضوء مهم جدا جدا جدا، الضوء ما يعملش ليماج والضوء والصون ولا يخلي تحت هوني ظلام ولا دي زومبر من هوني من هوني، ما نقبلش ما نقبلش ما نقبلش نصور بكاميرا ما نعرفش قداش من ميجا بيكسل ولا درا شنو ولا اي بروجو ولا لا لا ما نقبلش ابدا، وما نمضيش على اي ستاسيون زاده. هذا سي دي باسي معناتها فهمت. دونك عندي ما نقول لك سيتي بالنسبه لي انا ليميسيون دو جرون كاليبر نجم ديباري فيها حتى نحضر، فهمت. انا جايني للتاسعه ما كانش عندي ما نقول لك، كان على البرامج اللي باش ننتجهم. اي انا باش تواصل عندي ما نقول لك عليه مع البرنامج الكبير والله اللي نخرجوا. والله جو بريفير نتخلى عليه، ما الحق نتاع ربي، ما سي باش ناخذ ثنيه اخرى كومبليتمون، فهمت. ما نتصورش نكمل فيه، ما نتصورش. فما انيفرسير بحذاك. عايش يا كلام، ميرسي. ايش شوفهم شوفهم جويوز انيفرسير على المارياج، قالوا لي هاي اون ديريكت مع عائشه. يعطيهم صحة ولا يعطيهم صحة. هزوا شمعات. انيفرسير جوايو. ساعة اش تعملوا في الحق؟ ساعة اش تعملوا في الكوفر فو؟ يا عايش يا عايشك يا ليلى، كل عام وانتم هيا برا وروحوا برا وروحوا، لا تجي دورية ولا حاجة برا. هيا باي باي برا، روح عفيسة عفيسة عفيسة. هو شو قاعد يكتب لي مدام الفو ليختو لي ميساج؟ اي اعذروا انا قاعده نقرا في لي ميساج نتاعكم، اما فما حاجات بالحق انا ما نجمش نقراهم. سواء خاطر وقتها هو علي قاعد يحكي ما نجمش نقص عليه، خاطر باش نقص عليه باش نشوشو في افكاره وهو يحكي في كلمه، والا فما حاجات بالحق ما يتسالوش. فما توا فما شكون يكتب لي يقول لي شنو علاقته توا بصغار وما نعرفش، انا ما مش في جاوب نتخيل، والا حتى كاين لي حاجه عائليه معناها ويتغشوا عليا كي ما نسالش. انا في قولي علي شوف أسئلة من نوع هذا وإلا من نوع آخر زادة وإلا تبربيش في الفارغ، أنا راني ما نحبوش. هاكا جاوبكم عليه من غير ما تغشوا كي تقولوا هاكا جاوبكم. أنا نجاوب على اللي نحب عليه أنا، على اللي نحب عليه أنا، واللي ما يعجبنيش ما نجاوبش عليه. عرفتي بصغاري مسألة تخصني أنا وصغاري، ما دخل فيها حتى واحد، لا اللي يسأل لا فلان لا علان لا كذا لا كذا. الحمد لله يا ربي لاباس بخير ونعم الحمد لله. كو جاوبكم دونك علي جاوبكم، ماش تقولوا لي مدام يلفو ريبوندغ على كيستيون الكل وشيك ما تسالش. خلينا نمشي نحكي لك على سؤال المحلي. بي سؤال محلي لقيتو سالته لك قبيله نوال الغربي، قالت لك توحشت نوال وسام. نوال وسام في لي كيستيون حطيت لك قبيله. سالي نوايا كانت تتفرج، سلم على سام قول له راهو طلبتك ما 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 جاوبنيش المره اللي فاتت باش نسال على احوالي وكل ذلك. والله لاباس الحمد لله، سلم عليكم الناس الكل، الناس الكل ان شاء الله. بي دونك جاوبها شنو فما شكون قال لك شنو رايك في حصه فيصل الحديري؟ قاعده نقرا اون ديريكت توا غاديكا. والله لا شفتها، ما شفتش ريت جوست كي نحل يوتيوب هكا اون بوند انونس، ما شفتش شفتهاش ريالمون. شوف نتفرج سوا في هذه دعايم هاو في الحوار لطفي العبدلي ريالمون حمزه ساعات دو طون زون طون، سينو تلزم نتفرج فيها برشا راهو داير مع
ما عمري ما تفرجت في ميشن كامله من لي زيميسيون تاعي، جامي دو لافي. تفرش امبوسيبل. سوغ انترنيت زيد ما تفرش معناها تحل تيلي وتقعد تتفرج. لا باش تحل التيلي ونقعد نتفرج، لا لا جامي. لي بي تي في خدام وديما يمشي نتفرج من بعد، معناتها ريالمون على يوتيوب اون جينيرال، على حتى لا كاليتي خير تتفرج حاجه على الاقل اون اتش دي في ديريكت. الكاليتي بتاع التلفزيون تعبه برشا، 3 ميجا تولي 1 ميجا، 6 ميجا تولي 4 ميجا، تولي 2 ميجا ولا 4 ميجا، الكاليتي خايبه ما تفرجش. فما شكون يتفرجوا فينا من الجزائر مجهوله بتحيه عليه، نحب نقول لك انه انت بالضبط يحبوك برشا 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 في الجزائر، وكل ما نمشي للجزائر يقولوا لي سلم على علي الشابي، وكل مره ديريه يقولوا لي سلم على علي الشابي. عايشة. مشيت للجزائر 5 مرات وتعمناول وتعمناولي، فما فينومين باش نحكي لك عليها. اول مره انا قداش عندي في تونس كي نخرج للشارع ولا كذا، الناس تعرف لما حالها مش ما تعرفش، اما ما تصيرش خوضه وبوضاء امبوسيبل. ما عندناش لو ستار سيستيم هذا في تونس، ما عندناش. كي مشيت ساعات للجزائر تعمل روحه مراكش مراكش جمله صح، ليه يعرفوك الناس كمان يعرفوك، طلعوا. اما ساعات فما شكون يسلم عليك يتصور معاك، فما شكون يعمل روحه مراكش. اما في الجزائر ليه كي هبطت نحوس على ساقيه في تونس العاصمه، في الجزائر العاصمه نتفكر سيتي يفول في قلب العاصمه الجزائريه. انا استغربت قعدت بيت قلت كيفاش انا معناتها معروف في الجزائر بالشكل هذايا، والناس تلمدت الى درجه انه جات الامن وجاي الواحد باش مش نجم نخرج من البلاصه اللي انا فيها. استغربت سيتي بور لا بروميير فوا في حياتي المهنيه اني نخرج من فول الناس تحب تقف معاك وتتصور معاك. سيتي فينومينال في الجزائر بالحق. انا اي جزائريه معناها نقبلها والا عبد متزاير ديما يقول لي سلم على علي الشابي، سلم على علي الشابي. يفرج في عندي ما نقول لك اللي انت تحب تتخلى عليه يا علي. اي نعرف نعرف، شطر المشاهدين كلهم جزائريين. سجلوا سي تري بيان، نعرف نعرف. الحق نحب نشكرهم ونقول لهم يعطيهم الصحه وتبارك الله عليهم. الجزائريه الجزائريه ما يعجبهمش كل شيء، راهو فما نوعيه برامج تعجبهم. هاو عندي ما نقول لك تعملت فيرسيون جزائريه، تعدات في شوك تي في في ملك ولا اي سا با مارشي، سا با مارشي ما مشيتش في ديكورنا احنا والضوء نتاعنا وبالجمهور نتاعنا، ما حققتش النجاح اللي حقه عندي ما نقول لك الفيرسيون نتاعنا. هما حبوا علي الشابي مش الفورما بركه، معناها يحبوا عليه وطريقه الاسئله بتاع عليه. انا هذه مشكلتي تو تو، ما نحبش الناس تجي لبرنامجي على خاطرني علاء، لا نحب الناس تجي لبرنامجي على خاطر البرنامج اللي انا نحب نعمله واللي الناس تحبه قبل ما يحبوا علاء. هذا لازم نتخلص منه تو، هذا لازم نخرج منه. هنا شنو تحقق كي تخرج من المعادله هذه؟ تولي الناس خاطر الناس انا يقول لك عليه هو الجوكر الجواد الرابح، تحطه في اي صحيح عليه، هذا صحيح ما عادش نحبها، حطني في ايميشن ونمشيها لك. نو ما عادش نحبها، ليه؟ والناس تمشي تتفرج على خاطر انا المنشط بتاع الايميشن. داير الهيكا تعاقبني انا، حط واحد اخر في نفس الايميشن ويعمل نفس الغلطه ما تعاقبوش الهيكا. تعاقبني كان عندك مشكله مع الهيكا؟ جاوبوني لهنا، قالوا لي انت تاثر في الناس اكثر. قالوا لي انت تاثر في الناس اكثر. شو انا ناثر في الناس اكثر؟ نعملوا قوانين للمنشطين، دونك فما منشطين ياثروا اكثر وفما منشطين ياثروا اقل. كيفاش؟ ما القانون للناس الكل نورمالمون، شنو تاثر اكثر وتاثر اقل؟ نعطيك دي كاس سيميلار نتاع دي زيميسيون مخك يقف. حاجات مش ما تتعداش، اخطاء فظيعه وكنا نغلطوا نجموا نغلطوا في البرامج تاع البازي. ما يتفرجوش فيهم، ما يشوفوهمش. فهمت؟ دونك انا ماذا بيا توا الناس تمشي للبرنامج ومن بعد تجي لي انا، مش نقلب المره هذه، ما عادش يمشي العالم باش يتفرج في البرنامج. حطني في فكره سامي الفهري نمشيها لك، حطني في امور جديه نمشيها لك، حط لي في ميسيون تاع سبور نمشيها لك، حطني في عندي ما نقول لك نمشيها لك. لا توا ما عادش توا باش نمشي كان اللي في مخي، اللي في مخي هو اللي باش نمشيه توا. اللي هو عليه لم يتعب برنامج جديد معمل عليه برشا انا يعني، تعرف هو تجربه 25 سنه تلفزيون 25 ans de télé باش نحطها في البرنامج هذا. شوقتنا يا علي شوقتنا، شو البرنامج هذا؟ اي هي بالحق بالحق. توا البرامج بتاع التورك شو سي فيني. لي كرونيكور وانيماتور، انا علاش خرجت من امور جديه؟ خرجت من امور جديه تو سامبلومون لانه سي سي فيني لو كونسيبت. سي انيماتور افيك خمسه ولا سته
كروني كارات سيفيني انتهى. برامج كيما عندي ما نقول لك بالطريقه هذيك سيفيني، بدات تنتهي توا. الفو شونجي توا، لقيت انا التوليفه لي فارييتي في تونس ما يمشيوش، ما يمشي نجم نقول لك اي اي حتى لي زانونسور ما يمشيوش معاهم. اما تعمل سوسيال افيك دي كادو كبار جيغونتيسك وحاجات كبيره وتخدم على معناتها اللاكس السوسيال بطريقه اخرى، ماهيش طريقه انت عندي ما نقول لك سابا مارشي. تنجم تلمدهم التوانسه، تلمدهم التوانسه على الاكرون يتفرجوا اوترومون على البرامج الاجتماعيه ان شاء الله. هو جينيرالمون سوسيال في تونس يمشي عليه، يحبوا التوانسه يعني قلت يحبوا يتفرجوا في توسكي سوسيال، في مشاكل العبيد، في حكايات العبيد، سالي زاتير. نجم نقول لك توا يمشيو كيما عندي ما نقول لك ولا المسامح كريم صافي 12 ربي شو باش نحوي له، سامحني قصيت عليك، جبت مسامح كريم عبد الرزاق البارح انا وياه في التليفون. انا سلم عليه برشا ونتمنى له التوفيق، يظل يرجع في ديمانش حنبالة. اه اي رجع حنبالة، رجع سي عنده ديمانش حنبال وعنده المسامح كريم، وعنده المسامح كريم ولا قاعد يحضر فيه ان شاء الله ربي يوفقه. كمل لي علي، سامحني قصيت عليك. لك معمل برشا على كونسيبت جديد هذاك، ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله. صعيب لا محاله، فيه برشا خدمه. انا قلت لك تجربه 25 سنه باش تحطها فيه ان شاء الله. حاجه ماهيش اي حاجه كاو ان شاء الله قدرت ربي. وراني اخزر لي ما نزربش، راني اجلته تو ثلاث مرات ما نزربش. تحب تعمل حاجه على قاعده صحيحه مش ما نصدم الجاي وفرص نتاع برامج اخرى باش نعملوا كذا ما مشيتش فيهم الحق نتاع ربي. نو علي، فما شكون يسال على علاقتك بعربيه؟ انا نقرا وانت جاوب ولا ما تجاوبش كيما تحب. لا عندي معاها بالعكس عربيه، ما عندي معاها حتى مشكله، تعجبني كشخص تفهم فيا، ما عندي معاها حتى اشكال الحق نتاع ربي. ما بيناتنا حتى شيء، ما صار بخلافك سوء التفاهم اللي صار في سسمها في موزاييك وقتها. الحق والله ما عندي معاها حتى مشكله، بالعكس ريان دي تو. ما عندكش حتى انا اسمع، ما عندي مشكله مع حتى واحد، معناتها لا نعارك حد ولا نشري شبوك ولا انا ندخل في المشاكل. خاطيني بنتي ما عنديش. فما واحد قال بربي سلم عليه وقل له عامر محامي من الجزائر. مرحبا بك يا عامر، مرحبا بك يا اخويا عايش، مرحبا بك. فما برشا قل لي فما حاجه، البنات اللي كانوا توا اللي جاوا قبيليك وجابوا شماع جوايز انيفرسير كانوا يتفرجوا فينا. كانوا يتفرجوا في اللايف دونك اوكي. فوالا في اللايف جيراني وجاو يعرفوا وين انا قاعد بالضبط وجاو حلوا شمعات جوزاني في اساس جوزاني في محليهم. يعطيهم الصحة محليهم. فما بالحق فما عبيد ياسر محليهم، والعبيد هذوما هو اللي يخليونا نكملوا، هما اللي يعطيوك دافع باش تكمل، محليهم بالحق. شكون نخدموا احنا تيما ولا الناس؟ كان مش ليهم هما يا اخي، انا شكون نخدم ولا نكسر في راسي؟ تو انا نعمل برنامج ونحب يقف ولا نتعاقب ولا يوقفوا البرنامج، نعمل فيه للناس مش الناس تستفيد اون فان كوم. فوالا هذا ان شاء الله ربي يوفقك يا علي. فما سيرات مره اخرى، فما شكون قال كبر فوق راهم عباد تمشي والله غريبه. سي با بوسيبل، سي با بوسيبل غريبه راه تعرف. فما كراهب براك معناها تو يجي حشر كراهب تعدى وعباد تحوس قبيله بارك زوز بنات هما الجيران لهنا، عباد تمشي وتجي تتكلم وعب. غريبه والله غريبه. ما يصيرش هذايا نداء للسلطات الامنيه باش يقوموا بواجبهم. وين دي كونفينمون لا خرجتها؟ ما خرجتش كاريمون، جوست حتى جمله بالحق جمله اون سور با دي تو كاريمون، معناتها واحد لازم يحترم القانون، ما نخرجش ما نخرجش الا اذا كان عندي حاله طارئه. المره اللي فاتت مشيت الفارماسي في الليل وقتها باش ناخذ دواء، خرجت في الليل على غالب ولا خدمه ولا كذا ضروري. سينو حاله طارئه عادي، اما عبيت تحوس توا في الليل وكرهب والكل سي با لوجيك، والا يحوسوا هكاك ليه معناها بالحق ليه؟ يدخلوا روحوا يجريوا، معناتها سي كوفر فو، معناتها مش تبليك مش تبليك. انت كنت اليوم في شيرة العوينه وشيرة ريانة، عباد في السوق في المرشي، ناس دزني ندزك على الحواف، ضربوني الخضار، ضربوني شو هذا، ولا ناس لابسه ماسكوات لا حتى شيء. انا اليوم مشيت نشري في باش نشري دي ماسك وحدي ما لقيتش، ما فماش
درت الله اربع يخلي فرقات. بالكم بالحق. ساعات نحس اللي فما عباد اي سون با كونسيون، ما همش واعيين بالخطوره نتاع الحكايه، معني بالحق معني مش فادليكا المرض هذايا، راهو ماهوش فادليكا بالحق، ردوا بالكم وشدوا دياركم. كان شو قداش من عبد يشد داره، ما نعرفش قداش من مليون ما يخرجوش من الدار، يجيو 1000 يخرجوا يفسدوا على العباد الاخرين الكل. ما تخممش في روحك، خمم في امك في ابوك الناس الكبار والناس اللي عندهم امراض مزمنه والا كذا، اقاربك جيرانك، غدوه تحط تنزل على معناتها تنزل على التوش في ما نعرفش في الكود باش تدخل للعماره، تنجم تعدي عباد في الاسانسور، بونيين تاع باب، بونيين تاع كهرباء، تنجم تعدي برشا ناس معناتها. دونك ماذا بيه واحد يشد داره يقعد في الدار حتى تنتهي الازمه هذه. بالحق فما مشكله نتاع لي ماسك ونتاع لونتي باكتيريان، هذو بس هما موجودين. ما فماش ما فماش، والوحدين زاد ما فماش، كيف كيف الجيل ما فماش، فما ادويه زاد ما فماش، روا فما برشا فما دويات، نعرف فما برشا دويات ما فماش. ما فماش، تمشي باش تطلب دور 10 فارماسيات يبقى ما فماش. ترى مالوريزمون شكون كتب 2 مليون دو مور دون لو موند؟ ما عرفش انا مانيش قاعده نتبع اكزاكتومون قداش، مي بون معلومه تو. مو متوقع هذايا. هو دونالد ترامب قلت البارح في السبيتش اللي عامله قال متوقع بين 100,000 و200,000 وفاة في أمريكا. داير كل النتائج مليك تو يقولوا هكا. لا حسابيا كل يوم فما 2000 2500 ميت، في 10 أيام 25,000، في 100 يوم 250,000 معناتها. ان شاء الله ربي يحمينا العباد تاعنا، والله سي تريست اللي صاير. اما بالحق ردوا بالكم وما تخرجوش، معني طبعا علي يحكي لي يقول لي وراه فما عباد، سي غاف سي غاف. ناس تتكلم اما ما عادش تقولوا لي اسالوا على بنت خوها على خاطر سالته وعلي ما يحبش يجاوبه، من حقه انه ما يجاوبش، وهذه حاجه عائليه ومن حقه انه ما يجاوبش عليها في يعني في الميديا. ويني رمله؟ قالكم رمله راي اللي جوست اكوتي يونغ، فخاطر فما عباد قاعده تدخل توا دونك ما سمعوش الكلام. يا رمله حتى صوتك ما يسالش علي، فما شكون قالك ما تخممش في الاخراج؟ والله عندي لي زوتي، عندي خممت فيها، راه خممت فيها بالحق معناتها. لو باك جراوند نتاع الرياليزاسيون شنو هو؟ انك تفهم اولا، انك تفهم في تفهم الساعه في سيميولوجيا النص، لا سيميولوجي دو معناتها الكتيبه، تفهم الكتيبه كي تتفرج في فيلم، راه مش تتفرج في تصور وممثل يتكلم، لا تفهم السيناريست شنو هو اللي كتب والممثل شنو هو الدور اللي تقمصه. كي تفهم في المونتاج راك تفهم في تركيب الكلام وتفهم في تركيب القصه بالاوردر كرونولوجيك ولا والتصويره والضوء ودرا شنو. دونك عمليه معناتها هذا كل عشته. بوم مش نخرج برنامج نو، لا فيلم قصير بتاتر بالحق تنجم تعمل فيلم يعني ساتودي. جو بو تكنيكمون نحكي كتقنيه معناتها نجم، ما عنديش مشكله. حتى ايميسيون دو تيلي بيبيتر ولا كذا نو، كان المنطي وحدي ساعات معناتها ليميسيون المنطي على لافيد وحدي نخرجها في 4 5 سوايع، ما عنديش مشكله. داير المنطي سي تاريف المنطي وحدك، والله برافو. منطي وحدي ديما برشا مره، عشرات المرات في كانال 21 كنت منطي وحدي، كانال 7 منطي وحدي، وحدي جو في لو مونتاج البوتابو لي زيفي زاد اي ميم لي تالوناج معناتها لي تالوناج دو ليماج كلها معناتها نكومبريسيها ونديكومبريسيها ونعمل اللي نحب معناتها لي فيلتر والدنيا الكل الصون الريغلاج كل 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 يعطيك الصحة علي، يعطيك الصحة برافو علي. السؤال هذا ديما نسأله العباد الكل، خاطر انا نحب الماكلة على الآخر ونحب الكوجينة على الآخر. مغروم بالكوجينة؟ مغروم بالكوجينة. طيب وحدك طيب مع رملة تعاونها بلوتو؟ يود برشا حاسب الحق نتاع ربي. طيب وحدي تعلمت حل يوتيوب ونتبع، يا ما حرقت كساكس وقرح حرقت حوت وحرقت تواجن، اما توا وليت نطيب بالكدا تفتاجي الكسكسي المقرونه الدجاج اللحم بمختلف انواع كل طيبهم زاد 5 سنوات، ما عنديش حتى مشكل. تعاون مع رملة في التقسيم يعني؟ بيان سور. طيب مع رملة ولا يقول لي عليه اونتخ نو؟ مع رملة. طيب كي نروحوا في حاجه بالتليفون رملة طيبة وين تسمع فيا؟ شكون؟ رملة قلت لك تعرف الطيب ويني؟ طيب اي تعرف بكذا بكذا نطيبوا مع بعضنا داير معناتها في الكوجينه مع بعضنا، اما نتعاركوا في الكوجينه. شنو طيبت اليوم؟ اليوم عملنا سسمو، عملنا قاروس في الكوشة، شنو الاخر؟ وعملنا سلاطه وسوب كي رمضان. صح 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 بديت تسخر رمضان.
اي ديما ناكل حوت احنا في الدار الحق، ديما الحوت اكثر اه هي لي الحوت. بون بور لا سونتي، الحوت لي بون بور لا سونتي. اطار اطار لي بون معناتها. شوف كي تشري الحوته ما تشويهاش في الدار خير، خاطر باش تهلك لك الدار الكل. ريالمون وفور سا سرا ميو معناتها، واسرع وبلو رابيد، فهمت؟ وانا نحب كل حاجه فيها كوشه، نحب شكل البرق وكل الماكله الحمراء كله لاعب، كل ما ندورش بها. دونك ماكله قد قد معناتها، داير الخبز ما ندورش به في الدار، ما ناكلوش خبز. يعطيك صحة، معناها تو في اتونسيون على تاليني، ما تاكلش خبز وما تاكلش لحمة. حكاية الماكلة وي عندي 6 سنين 7 سنين شدد الرجل ما فماش. يعطيك الصحة، انت لا بلا قد 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 ولا يعطيك ايش الصحة هذا؟ بصح. سي با فاسيل، سي با فاسيل باش ما تمخمخش وما تاكلش، سي با فاسيل دي تو، لازمك تشد تشد تعب، لازم تعب. تعب نفسي يظهر لي. هو إيه انا انت كي ناكل نتنرفز الحق، كي ناكل برشا نتنرفز ونتقلق. دونك ماذا بيا اقل حاجه ممكنه نص الوجبه راهو في النهار، بارفوا بارفوا وجبه واحده راهو، ولا كونتيتي ميم با 600 700 كالوري، ميم با حوته يوب وطرف فريك سي تو، لا خبز لا مرقه لا دراس الجمله لا عجين لا حتى شيء. انا عندي بيريود عليه وليت نخمم على الاخر شنو اللي ناكل، وهذا سان فاتيك. انا نحب الماكله على الاخر، اما وليت نخمم ناكل كان حاجات صحيه. جيني بص بيريود نتسكر على الاخر، نولي ما عادش ناكل كان عظم عربي ودجاج عربي وبان كومبلي ودي ليغوم ودرا شنو، ونقعد نقعد بيريود هكا من بعد نتعب جو كراك، عرفت؟ نرجع نبلبص هذه ونقعد برضه ترجع. نرجع شوف اقول لك احنا عاداتنا نوعيه ماكلتنا مشكله كبيره فيها. علاش الاوروبيين ما ياكلوش الخبز؟ علاش؟ صحيح. عندهم راهو المرق والصوص وكل وكل وكل. احنا عاداتنا كل شيء ناكلوه بالخبز، كل شيء حتى المكرونه ناكلوها بالخبز. كل شيء اون كل بليس شيء. انا ما هيش فاني، ما عندناش الماكله اللي تتاكل بالفرشيطه وبالوحده. الفرنساوي ياكل لك 350 جرام دو ستيك، تفهم فيه من غير قد ما خبز، احلى 350 جرام ستيك يضرب مع 3 باجيت. العادات الغذائية مشكلة. مش نورمال، انا عندي اصحاب ياكل 3 خبزات او 4 خبزات بارك ودبوزه الله. دبوزه كوكا قد هيك شويه. لا ما والله دونك احنا كل شيء ناكلوه بالخبز، وهما لا كويزين ريش، دونك عندهم برشا حاجات نجم تاكلهم باش تشبع. احنا ناكلوا في الخبز خاطر يشبع تو سامبلومون. والله يا علي، احنا الكوزين نتاعنا الي تري ريش في تونس، وعندنا برشا حاجات صحيه، مي احنا لازم نبلزو. عندنا لو بان كومبلي، الخبز، الخبز القمح والخبز الشعير الحقاني. عندنا الكسكسي، هو الكسكسي لو فري كوسكوس، يبدا بالبلي، بالبلي كومبلي، كسكسي القمح. بالقمح فوالا بالقمح افكتيفمون. المشكله فيها برشا طماطم، فيها برشا صوص، باش تاكل الصوص تاكلها بالخبز. سي فري سي فري سي فري. تنجم تعمل بان كومبلي، تنجم تعمل خبز قمح وخبز شعير وخبز، هذيك باهي. يا عائشه وين تلقاها البان كومبلي؟ والله لا هو كومبلي، كله نخاله وكله زايدين ودرا شنو ودرا شنو. اللهم قدو في الدار تاخذ فريق كومبلي نعم في الدار، انا نعم في الدار علي ناخذ القمح نريد قمح نفور نغيره ومشكل ونعمل خبز نورمال. نعم في الدار دو بريفيرابل بان كومبلي يحل المشكله بالحق، يحل المشكله. دونك عندك بان كومبلي قمح ولا شعير سي بون، تنجم تاكل لي صوص تحب عليهم الكل بالخبز، وتقعد معك العاده نتاع الخبز الابيض هذاك ابن وجو، هذيك حاجه اخرى ما نجموش. المكرونه المكرونه طبعا المكرونه كي طيبها الدينتي معناتها 100 جرام 100 كالوري 123 كالوري، تاكلها طايبه تولي 400 كالوري. احنا احنا المكرونه ناكلوها طايبه. ليه انا ساعه انا مكرونه ساعه طايبه ما ناكلهاش مكرونه رئيسيه طايبه. قبل كنت ناكل لك رطل المكرونه توا ميم با 100 جرام ما كملهاش امبوسيبل، خاطر تاكلها الدنتي. الدنتي فوالا تشبع ريالمون وموان كالوريك فوالا اقل كالوريك. سي فري المكرونه التونسيه بنينه زاده، تبقى طايبه ومحرحره وموزوزه وجو هذيك الكل وحدها. يعني ما تفكرنيش لا ندخل نبلبزها توا، عندي عندي نكمل توا هكا صحيح المقرونه كما نعرف فين. يا ربي باهي نرجع نقرا شويه، العباد ترشت عليا، خلينا نرجع نقرا شويه. العباد شنو اش بيكم تحكيوا على الماكله؟ انا نحب نحكي على الماكله على الاخر. انت ما على الماكله وعلى التدليك وعلى الجو حكينا على برشا مشاكل، زينا من المشاكل دي من المشاكل، الدنيا فيها مشاكل وعركه، تعيشوا حياتكم عادي، ما تسمع كلام حتى، هاي كراه متعدي، ما تسمع كلام حتى واحد،
ما تمدش ودنك لحتى واحد، عيش حياتك كوم تي فو، واللي يقول خلي يقول، خلي يتكلم وخلي يهز ويسبك بعض، هذا والله ما نسمع حد قسما بالله. نو بس عيش حياتك كما تحبها، حتى انتوما اللي تكتبوا عندكم مشاكل في حياتكم عيشوها كيما انتوما تحبوها، وخليوا الناس وسيبوا الناس ليه خلاص. وخليهم يكتبوا عليه، شنو المشكل؟ عادي والله لا يقلقوني انا. انا عارفه من وقتاش ما عادش اكتبوا على نقرا، رواحكم، اكتبوا. ما نقراش، ما نقراش، مش ما نحترمش الناس اللي تكتب، نو جميل، عادة ما نقراش كومنتير ولا نقرا كذا، ما نقراش جامي دو لافي، نتعدى ديريكتومون. علاش؟ تو سامبلومون واحد في مرحله من المراحل ساعات تلقى حاجات انتريسونت، حاجات مهمه واحد يتعلم منها يزيدوه، تفهم نقد فيها؟ بناء. جو بريفير دي ستاتيو، جو بريفير عمليه نقديه، مقال نقدي، جو بريفير كومنتير ما نجمش، تو بو با كومنتير باش يكتب لك اربع اسطره، اولا هو ما ينجمش يبلغ الفكره كامله الساعه في اربع اسطره خمسه اسطره، تفهم فيها؟ تعليق صغير ما يعنينيش، ما نجمش نفهمك فيه انت ايش تحب تقول، تفهم فيا؟ ما نجمش. دونك نص مش انا نتعود نقرا الساعه وانت تتعود تكتب، كي تكتب انت نص تخمم، وانا كي نقرا نص نعرفك اللي انت خممته ونعرف سي انتريسون، اما هذه درا شنو باش تدز عليا البيض وكل شويه كلمتين من هون شويه بيضه وكيكه، نو سي دي بوسي، ما عادش هو علي راه فما عبيد الحقيقه في لي كومونتير، فما عبيد برشا عبيد يكتبوا حاجات باهين، فما راه اما كل الجراثيم هذوكم اللي يدخلوا هكا باش يشوشوا ويكتبوا حاجات خايبه، هذوكم زاده موجودين. انا تاقلمت واستنست الحقيقه، ما عندي حتى مشكل، يعني حتى كي نقرا الباهي والخايب ما نحس حتى شيء، احساس صفر، الباهي فرحني والخايب ما فما حتى صح، احساس. وما هو سالم حد، ما يسلم حتى واحد، مالك ومالي يا خويا، انت مالك ومالي، خدمتي تتفرج فيها، كان عجبتك قول اوكي، كان ما عجبتكش ما قول لا. تتفرجش. وانا قلت لك يا عايش، لو كان غدوه خدمتي ما تعجبش الناس الكل تو بدل، شي صعب، انا كان مواصل خاطر انت تتفرج فيا وتحبني ولا تحب تتفرج فيا، كان غدوه ما نلقاكش تتفرج فيا والله نمشي نبدل حاجه اخرى. عليه لو كان ما جيتش ناجح ما يسبك حتى حد، لا لا الحمد لله الحمد لله، ما كان لا لا ما جيتش، شكون يتسب؟ يتسب الا الناجح. فما انسان اللي هو ماهوش مسمع وما سمع بيه حد ويخدم، فما عبيد عندهم 90 سنه في التلفزه مع كامل احترامي ليهم، 90 سنه جزاجه، لا يسبهم حد ولا يدور بيهم حد ولا يحكي عليهم حد ولا يتكلم عليهم حد، وراهم يتمناوا شكون يسبهم. علي على خاطر ما عملوا حتى حاجه خلت بصمه، ما عملوا حتى حاجه وجعتك الحقودين والحسيد اللي قاعدين يسبوا. تعرف شو نقول؟ نقول كل واحد ربي يعطيه على قد قلبه. صحيح، انا ديما ندعيها نقول يا رب يعطينا على قد قلوبنا بالحق. كل واحد ربي يعطيه على قد قلبه. والحيلة يا عايشة في ترك الحيلة. خليك طيب. خليك عاقل. ما تخدمش مخك. حب الناس الكل. ما تحسدش. ما تبغضش. ما تكرهش. امشي في الدنيا مستوي في وسط خط معوج. تباريكولتي نتائج اللي ما عمرك ما تتصورها. والله بالحق. صحيح صحيح بالحق بالحق، واحد يمشي مستوي وما يضرش العباد وما يعملش الخايب وما ينويش الخايب، خاطر النية اللي تري امبورتونت. خاطر ربي يا ربي في الوجود وربي يخلص بالحاضر، معناتها كاش بالوقت، فهمت؟ على نيتكم ترزقون. شوفوا ميداننا، ميدان التلفزه فيه برشا كامبين وبرشا برشا 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 في العالم العربي الكل، في العالم الكل مش كان في تونس. كان نحكي لك باش نغلبهم مخك يقف، عارف باش غلبهم؟ بنو ما نكسرش راسي، ما نخدم والله بنو، تعرف ايش نقول لك؟ في خدمتي نبذل في مجهود 2% راه كل شيء نلقاه حاضر، انا عندي معد يحضر لي خدمتي، في عندي مقول كل شيء نلقاه حاضر، كان خدم مخي نهار مش نخدم ولا كذا، لا تكتشف على واحد اخر مش انا، واحد اخر ماهوش انا اللي تعرف لي راه قسما بالله، وغالبهم بالنيه الطيبه والكره والحقد والبغض لي. واللي انا قلت لك امشي بنيتك تسلم ثنيتك، فلا اللي بالحق صحيح صحيح، معناها الواحد يمشي بنيته ما يعملش الخايب وربي معاه. نقول لك الشرير والخايب واللي يكره واللي يحسد واللي يبغض راهو على وجهه يضر، راهو يضر، تلقاه عينيه محوقين، تلقاه تعب، تلقاه مهدود، تلقاه يسند فيك الليل والنهار، والله والله عدوك عدوك تلقاه باش يموت، يديك شعور وهو باش يموت، راه تلقاه يخمم فيك 24 ساعة على 24 ساعة، وانت وانت تلقاه تخاف ما على بالكش، تلقاك مرتاح ما على بالك بشيء، وهو تلقاه من يورونس ليورونس، والله من سبيطار لسبيطار تلقاه تعب،
ويبدا يخمم لك في الشر ويبدا يحفر لك ويعمل لطف، ويعمل لطف يا رب يحمينا من عباد هذوما، يا لطيف يا رب بحق لطف. تعطوتي الناس كل حتى الانسان العادي راه والله كل 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 في العادي في خدمته يكمل واللي بحذايا واللي مغادي واللي مغادي انا الحق ما نحسبهمش انا شعر تعرف ايش ربحت محبه الناس في ال 25 سنه هذوم تفهم فيا وكاو شيتو هيك اللي دفع عليا وجهه وكاو شيتو في خدمتي راه نحكي على القدم الله يعطيك الصحة عليه، هو ذيك هو الرسمي راه بالحق، معناها محبة الناس اون بو با بليغ ا تو الموند، هذيك حاجة أكيدة، مي الماجوريتي نتاع العباد اللي هما باهين هكا هو ذيك يكفي برشا، يسألوا على رزوقة، رزوقة رجع لديمونش حنا بعد رزوقة أمور مريقلة رزوقة صح بجو بربي جيبوا عايشة جيبوا تو نكلم افيك تو نكلم بليزير، والله افيك بليزير، وقت اللي في اللايف معناها اي اي جيب ايش تو نكلم وقت اللي تحب، وقت اللي تحب، والله افيك بليزير، ان شاء الله ان شاء الله افيك تفضل بليزير، قول لي وقتاش تحب من بعد نتفاهموا، ويشرفني رزوقة، رزوقة ما يفهمش في انستغرام وفي الانترنت وكذا ترى خلوا الدنيا الكل ركح له كل شيء، ولايف جاي ان شاء الله مع رزوقة بوركوا با، عند رزيق ما على باله بحد، هذاك عايش في عالم اخر يا حد ماما يا ماما، لا عنده لا كونت لا فيسبوك لا انستغرام لا كذا جمله ما اصلا سمارت فون ما عندوش احسن ولا يرتاح الى ايفيتي برشا وجعه راس ولو انه هو سي تريز امبورطون، لا نرد لا نجاوب لا نحكي مره جو بارتاج هكا في بعد درا قداش ماكش ناشط برشا انت زاد علي على انستغرام ليه؟ لا ما نحبش ما تستهوينيش نحب نقرا نقرا مثلا نلقى ارتيكل نقرا توا صعيب باش تشد كتاب في الوقت الحاضر مي تنجم تقرا على ليكرون تنجم تقرا سي تريز امبورطون انا ملي جبت ارام ما قريت حتى كتاب، قبل كنت نقرا برشا، كنت اي برشا يرجع كتبته بالكدا ويبدا بلوز اليز هكاك يقرا واحد خير بتيت واحد يكبر وتو ما عادش نجم نقرا جيت بلو طون بالحق ما عادش، وان بلوس حتى يبدا يبكي يبدا كذا يجري باش تعمل هو اصلا انا كي نحكي في تليفون ما عادش نجم نحكي في تليفون خلي باش نقرا كي انت باش تلقى الوقت هذا تعمل فيه ديريكتيز تنظم الدار من الستة نتاع العشية كل واحد تركحه في بلاصته باش نجم اليوم اوغوزمون رقد بكري مش مسيرز ارام مسيرز يرقد 8 8 ونص اليوم تعب تعب على الاخر تعب رقد اش قلت لي عليه؟ يفيقوا في الليل صغار يفيقوا بيان سور ايلان يفيق ارام لي ارام كبر توا عمره عامين ونص قريب ثلاثة اما ايلان صغير يفيق ايلان خليته واحدة ماما الفوق دونك هكا سافا اما يفيق ربي فضلها وكان مش ما ربي فضلها وكلنا احنا البنات التوينسة وهول الكلنا معاملين على اميتنا ان شاء الله ربي فضلها والله قسما بالله قهوة قهوة كل شيء في الكوجينة في مع الصغار في كل شيء بالحق يعني حتى بعد ما جابونا ويتعبوا والله قسما بالله ان شاء الله ربي يفضلكم امهاتكم الكل وان شاء الله ربي يرحم اللي توفاوا الكل يرحمهم الكل زاد الله يرحمهم من عمهم الكل اجمعين ان شاء الله علي عادل شو فما شكون قال لك وين تسكن والاخر كتب جاردان كارتاج مش نكون في وين يسكن الراجل مش نقول انا سامحني والله تيكي التوانسه ساكن مع الناس ساكن مع الناس تيكي لسكن انا ما اخترت لك شو مو قبيله في الدار فركس على الواحد انا فركس على كوان مش على كوان شفت الجماعه اللي عملوا معاك دي ديريكت الكل انا شو باغ كاين ما نحبش انا لو كان لقيت سو تيتراج ولا لقيت دو جرافيك راني حطيته ولا كان لقيت كيفاش ندخل في انستغرام ديما نختار حاجه فيها 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 بعد وانا قلت لك في ياسر حلو الكادغ اللي وراك بالحق حلو على الاخر يكون احلى كادغ مع اللي صورت معاهم ما في حتى شيء اما نفت باش تختار حاجه تطلع مزيانه فهمت تعرف انا كيفاش اخترت الكادغ اللي وراي عليه اخترت الكادغ اللي وراي البلاصه اللي نجم نقعد فيها وكي تعدى اي عبد ما قلقوش عرفت معناها نخلي سيركولاسيون محلوله في الدار اي بالحق والله هذاك هذاك الكريتير اللي اخترت عليه كل ليله انت عايشه قلت لي كل ليله تعمل لايف كل ليله لا مش كل ليله توا صافي 3 جوغ كل ليله اما على حسب المواعيد نتاع معناها مش على حسب انا على حسب سي دو تون وقت
باهي نقول لك عليه. الحاجة اللي تميز لايف على إيميسيون اللي أنا اللايف نعمل فيه باغ أميتيي وباغ أمور، وما مانيش قاعدة، أنا مانيش قاعدة نحضر حتى شيء، معناها مش أنا جاية هكا. عندي إكيب، عندي إكيب نحب نوجه لهم تحية ديجيتال معايا اللي هما وسيم وأشواك والكل، هما اللي تعملين، هما اللي يبارتاجيو لي فيديو ويعملوا ويحضروا ويحطوا وتسألوا جوا هذاك الكل. دونك أنا سانسيغمون معناها اللي لايف مانيش قاعدة نحضر فيه حتى شيء، معناها جوست هكا نحل اللايف نتفاهم مع أما مش قاعدة نحضر، مش ميسيون هي، فهمت؟ مش قاعدة كلي عامله دي كيستيون ونحضر فيهم، مش هذيك الكل نسال العباد شنو تحب تسال وكا هو. انا انترفيو كمان، انت حوار. والله يا علي لاني قاعده نحضر في حتى كلمه حوار، ما نشرى في حوار، انا خلينا نقول درجة عباره عليه جاي بحذايا للدار ولا انا جيت بحذيك ونحكيو نحكيو بالمال ماني اكزاكتومون. سي با سي با ان تروك بريباري ولا مش نقعد انا لا لا سي سبونتاني وبالعكس ما حد ما منش. وكي تحضر تولي ماستر، تولي عندك ديجا تو ما عندي حتى سؤال باش نسالو لك، نسالو هكا العباد باش يسالو بالحق، ما جي با بريباري دي كيستيون ولا هكا، جو بارل جو دي نابورت كوا، فهمت؟ معناها نورمال شنو اللي يجي في مخك، شنو اللي فما قال لك تو دي نوفيل دو سيميل فهري. والله ان شاء الله نقول لك ان شاء الله ربي يفرج عليه، والله بالحق جاي على ابواب رمضان وعيد، ان شاء الله ربي يفرج عليه وربي يخلي له عائلته وصغيراته وربي يرجعه سالم ان شاء الله، صغيراته ان شاء الله قدرت ربي ان شاء الله. ان شاء الله ربي يفرج عليه وان شاء الله ربي يفرج على العباد الكل. عليه قالكم عليه ما عنديش برنامج في رمضان، ويني رمله في البيت اللي بجنب منع النيبه برشا ديريه، يعطيكم الصحه. عليه شرفتني ونورتني، انا اغوز على الاخر بالديريكت هذايا. عيشك بارك الله فيك لله ومرحبا علي. انت تقعد مهما يعملوا مهما يقولوا مهما 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 من انجح المنشطين في تونس ورمز من رموز الاعلام في تونس، وحتى حد ما ينجم يقول عكس هذايا. بالعكس نجي نقول لك شو، انا كي تبدا واحده من جيلي والا حتى بعد جيلي انا بشويه، انت جيت معناتها انت جيت الجيل 2011 تسمى الجيل الجديد. نفرح كي تقول كلام كيما هكايا على خاطر على خاطر كمان معناتها تنجم تكون ما عرفتنيش وقت اللي بديت قبل، فهمت؟ ما عرفني في البريود هذيه والا قبلها بشويه، تفهم فيا؟ بون نفرح برشا كي حد يقول لي كلام كيما هذايا ونعتز به، بالعكس وهذا شرف لي انا بالعكس، ويعطيك الصحه انت عايشه، تفهم فيا؟ هذايا واقع بالحق، هذايا واقع، انا مش قاعده نقول لك في مجامله ولا رمي ورود، هذايا واقع، انت رمز من رموز الاعلام في تونس وانت منشط ناجح مهما قالوا مهما عملوا، تقعد علي الشابي يعني اسم علي الشابي. هذاك لا شك فيه، تفهم فيا؟ وان شاء الله نعملوا حاجات مخير، ان شاء الله نعملوا حاجات اللي يحبوها اللي يحبوا الناس يشوفوها في التلفزيون، سي تري امبورتون. زاد انا بيدي وقيد باش نعمل اللي نحب عليه، خاطر البرامج اللي عملتهم الكل ما همش البرامج اللي نحب عليهم، ان شاء الله 2020 يكون سنه البرامج اللي انا نحب نعملهم بالسافوار فير اللي تعلمته. ان شاء الله ربي يوفقك يا علي، ان شاء الله ربي يوفقك. ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله. علي سلم برشا على رمله، سلم عليها برشا، قول لها الف بيانتو، يعيشك يا علي ميرسي، ان بون كوراج، يبلغ برشا برشا، ونستناو جديدك. باي ان شاء الله. وانتم اللي كنتوا تتفرجوا فينا الكلكم، ميرسي 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 على الكلام الحلو بتاعكم، ميرسي على القلوب، ميرسي على التشجيع، وحتى اللي